الفاضل فضيلة الشيخ العالم الصوفي الجليل الأستاذ الكبير سيدي عبد السلام خالدي العمراني. كان شرف احنا جمعية أرشيف العرائش لتوثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي بالتواجد في البيت ديال هذه القامة الكبيرة، القامة اللي هي ماشي فقط قامة محلية وإنما هي واحد العلامة كوني. فضيلة الشيخ، عرف في أواسط العلم والمعرفة والتصوف بموسوعيته وعلمه وأدبه وخلقه النهيل من التربية النبوية الشريفة، من موالد قرية الخالديين 1938 قبيلة بني عروس إقليم العرائش. بدأ المشوار الدراسي مع القرآن الكريم والعلوم الشرعية بإعازة من والديه في قريته طبعا منذ النشأة بقبيلته، ثم عند انتقاله إلى مدينة العرائش لمواصلة دراسته الثانوية في المعهد الديني الأصيل قبل أن يلتحق بمدرسة المعلمين في تطوان، حيث تخرج وتكون ثم تخرج ليبدأ مشواره في التدريس في مراكش ثم طنجة ثم مدينة العرائش. هكذا مشوار التصوف بدأ من خلال الأخذ عن طريق الشيخ سيدي عبد القادر بن عبد السلام بن الحاج عبد القادر بن حمد بن عجيبة الحسيني صاحب تأليف حسني صاحب تأليف. بدأ منذ سنة 1970 تقريبا بجمع كتب الشيخ أحمد بن عجيبة التي بلغت 40 تأليفا. من بعد تطبع في لبنان، دو نسخة من طنجة وطبعوا في لبنان وفيها أخطاء تم تصحيحها بعدين، وصار مطبوع كيتباع في دار البيضاء، وخد واحد السيد من تما اللي أصحاب العلم تما وخبرني به وقلنا البيضون اللي طبع في لبنان من دار الكتب العلمية، قال واد الكتاب هذا عالم وصوفي مغربي والعلم ديالو هو ما تعرفوش، واللي عنده هذه الكتب واللي مكلف بالناس وبالتوزيع وبالطبع كل شيء قالوه في العرائش، اما تعطيه نسخة كاملة يصحها وتتعاهدوا تعاودوه بالتصحيح تما ولا رفعوا بكم شكوى. قالوا نعطيه نسخة ونديها له حتى للدار ديالو بيدو وعلى عيني باش ما قال لي نعمل. جميل. جان عندي بيتون هنا للدار وجاب لي نسخة ديالو واتفقت معاه هنا، قلت له أنا ملي خلقت ما لا عارفين نتمازح، أتكلم معايا بالواقع اللي مستعمل. قال لي اللي قلت لي نعملو، قلت له ماشي نشبر الكتاب الاول الجزء الاول ونمشي مع المخطوطات ديالي ونراقب، ومن بعد السواقط اللي فيه او الاخطاء اللي فيه باش نعلم عليها ونعمل لك لوحه يعني لوائح ديالها، وانتم ما كتعرفوش تقراو الخط ديالنا، انا مش نعمل لكم مطبوع بالحاسوب ونصردو لك ملي نكمل الجزء الاول بالمراقبه والتنسيق نصردو لك، ملي نكمل الثاني يكون انت دخلت الاخر في الطباعه وتستنف في الثاني، وملي نعطيك الثامن بشهر خصو يكون مكتوبه عندي. قال لي واخا ممتاز، بعدين هكا نوريكم المكتوبه بعد تشوفوا البالغه الاهميه. ونعود منها الكنز الثمين في أسرار الدين ليواقيت هذا إنجاز كان أو إصدار كان قديم عن في الستينات، كان قبل ربما أوائل إصدار الدين الروحانية والخطب المنبرية وهذا كانوا عندي موجودين، الجواهر البهية والأنوار الدرارية ثم الإشراقات الروحانية الخطب المنبرية وفصل
ذكر الله والصلاة على النبي الرحمة. كانوا في ما صريح البداية العبارة؟ صحيح العبارة، لا صريح العبارة فقط. صحيح العبارة والمختصرة، هذا تلخيص المختصر، مو بخاص هذا تماما. هذا مثل فيه أربع المجلدات، المختصر ديالو هو هذاك البحر المدد ما بقى يسوي قدامه حتى حاجة. اللي بغى دابا اللي يشراه مدروس وقف البحر المديد سيد حميد بن عجيبة وبقى يتبع ليه، حيت الطريقة اللي كانوا يمارسوا بها التآلف العلماء القدامين ما صار حاجة، الطريقة هذيك ما غاديش يروح، هم علماء كبار وحنا خد وحنا على الوثق ديالهم، ولكن التنظيم ديالنا حنا فوق ديالهم. منهجية أولا الكلام ماشي ماشي كان هكاك، ما عنده فواصل، ما حد السيارة اللي ما عندها شي الفلان ماشي وصافي، ما تعرف فيه دوقا الشكل ما عنده مشي بتشكل، ستكون عندك المخ ديالك معمر بالنحو، وفوق هادشي هذا فيما يخص التفاسير جاب كل ماشي يبدا من القرن الثاني الهجري وانت ماشي، ما كيعملوش الفهرس، الفهرس اللي عندي بالصفر، كيجي يقول لك سورة البقرة، ويجي الفهرس ديالها يقول لك من آية واحدة حتى الآية ثلاثة أو الآية عشرة، صفحة كذا، هذيك الآية هذه الآية الفلانية أو هذه مجموعة الآيات ما كيقولناش شي اللي يقولوا، انا عامل الفهرس نقول لكم دابا كل آية عندها الشرح ديالها، عندها العنوان ديالها، آية آية عندها العنوان، عندها الصفحة بالسنباط ديالها كلشي كلشي ديالها، ثم هما عندهم طريقة الآية لما كتقدم في واحد الوقت إذا تشرح ملي كيوصلوني لمرة أخرى بحالها كيحيلوها الآخر، يقول لك أرجع المحل الفلانية ولا المجلد الفلانية ولا أو الكتاب الجزء الفلاني صبحة كذا، أنت استعرتي نسخة جزء، كيفاش أنت تبدا يحيلك على واحد المجموعة هذه المجلدات حتى ما عندك، صحيح هي يعني صعوبة، وتم يعني عاد زكاة، أنا عندي ما من أي وقت تكرر حتى 10 مرات ولا 20 في القرآن في كل موضع عندها ديال ولا المجلد الفلانية ولا أو الكتاب أو الجزء الفلاني صبح كذا، أنت استعرتي نسخة جزء كيفاش انت تبدا يحيلك على واحد المجموعة هاد المجلدات حتى ما عندكش، صحيح هي يعني صعوبة، وتما يعني عاد زكاة، أنا عندي ما من أي وقت تكرر حتى 10 مرات ولا 20 في القرآن في كل موضع عندها ديال جميل زيد نا رسائل النور خاص اسمح لي كمل العقد الفريد في علم جويد الرسالة المحمدية الشاملة والعطايا الإلهية، هادو العناوين اللي قدرنا نجمعوا لفضيلتك، ولكن احنا على يقين على ان عندك عناوين اخرى اكثر من اللي جاوا عندي اللي خمسة عشر ألف نعم دابا انا عندي 80 فوق ما شاء الله. اذا اشتغل فقيهنا فقيه العلائج وعالمها عاود القضيه اشتغل فقيه العرائش وعالمها سيدي عبد السلام خالد العمراني على علوم الفقه والشريعه، وتعمق في تفكيك أسرار العقيدة والتوحيد والعبادات والمعاملات وعلوم القرآن في المحكم والمتشابه،
وأسرار السلوكات والتصوف بين الشريعة والطريقة والحقيقة، بين منازل الإسلام والإيمان والإحسان، ثم أسرار التربية النبوية الشريفة وفضائل الانقياد إلى مرامها ومقاصدها، ومحبة أستاذ منهجها اللي هو حبيب الله المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما فصل ضيفنا الكريم في طرقية وفي الفرق الضالة التي تشوش على الناس دنياهم ودينهم. إحنا عندنا واحد مجموعة ديال الأسئلة، أنا عندي ندخل مباشرة في الأسئلة باش ما نسويش. السؤال الأول عليكم على السيد الوالد، يعني هضرنا في السيرة ولكن ما عندناش فكرة على السيد الوالد، يعني اللي سقاك هذه الطريقة هذه، كان أول واحد ألهمك ذهب في هذه الطريقة المنيرة. السيد الوالد، الوالد ديالك. الوالد ديالي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة، أولا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه العناية الفائقة وعلى هذه الضمائر النيرة اللي كتحملوها في القلوب ديالكم، في الوجدان ديالكم، وعلى هذا الاهتمام يعني البالغ في البحث عن العلم وعن العلماء. لا، قلنا البحث عن العلم، المقصود هو العلماء، يعني العلم عندما كلمة معنوية ما عندها الذات ديالها مصورة. الحقيقة أنا يعني مسرور بهذا الحضور ديالكم وبهذا الهمة ديالكم. نحن متشرف في ذلك. الحقيقة أنا اللي قالوا سيدنا الأكابر، قالوا لم تكن الهمة العالية عند ولي أو عالم إلا إذا كان عليه الاستقبال وكان كلامه مقبول، وإشارة الناس إليهم إشارة خير وإشارة صنع. فقال الصوفية رضي الله عنه، كل ما سقط من عين الخلق عظم في عين الحق، وكل ما عظم في عين الحق سقط في عين الخلق. من السنة النبوية والسنة التربية القلبية النورانية، من السنة ديالها الله سبحانه وتعالى تالي كيهتم بهذاك العبد ديالو اللي اختاروا هذاك العمل أو اختاروا هذاك المقام. اش كيعمل له واحد السياج بينه وبين الناس اللي كانوا كيعرفوه واللي كان كيعيش معاهم ويبسط معاهم ويضحك معاهم ويسافر معاهم ويقدم امسيات معاهم. هذا يمكن الاولاني كيسقط من عينه هذاك الشخص، ما يبقاش حتى يصبروا فيه. وهذا ماشي هما اللي يقوها، هو ربي اللي يقيها لهم. علاش؟ لان الخواص إذا كانوا يعني في الأول ديالهم أو في البداية ديال التصوف ديالهم كانوا يتعاملوا مع العامة، يرجعوا للأرض، ما يبقاوش يصبحوا من هذاك المقام وما يخليهمش ربي يزيدو. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كيغير على العبد ديالو أو على الولي ديالو أنه يكون عنده هنا غير ربي. يعني كل ما يكون باقي عندنا في القلب ديالنا من بقايا ومن اثارات ومن محسوسات ومن مشروبات ومن مكوحات ومن ملبوسات ومن التجليات الحسيه والدور والاذواق النفسانيه، كل تنهدم عند الصوف. وفيه كيكون واحد الوالي وصل لواحد المقام
اللي ما باقيش وقت يكون هذا جالس مع مليون ما كيغبش القلب ديالو على رؤية الله عز وجل دقيقة. في ذاك الوقت كيتعطاه كيتكتب له المحبة ربي كيحبو وكيتكتب له المحبة ديالو في الأرض. ولما كتكتب له المحبة في الأرض الناس كيبقى شي بسلو رجلو شي بسلو ظهرو شي ما جيلو بالهدايا شي ما جيلو يعني كيبقى عنده في ذاك الوقت ما كيبقاش هو كيف نعن الذات ديالو وصفات ديالو والأفعال ديالو كيبقى يتكلم ربي كيصبح سره يصير سمعه هو بصره ويده ورجله التي يمشي بها هذا ما قال. ولذلك كيقولوهما الجسم مع الخلق يسعى والروح في الملكوت ترها او الجسم مع الخلق والقلب مع الحق يعني كيكون عالم اخر ملي اللي وصلنا هنايا ما كيبقى اذي شي واحد دخلت فينا في عوالم الصوفيه ونحن ننتظر السيد الوالد بشوق كبير. قل لي السؤال الوالد السيد الوالد الوالد رحمه الله عليه لما تزوج بالوالد ديالي كان عنده 3 الاولاد توفى الاول وزوج بها الوالد ديالي يعني كان هو واحد خاه اخر. شنو اسم ديال الوالد؟ عبد السلام بن عبد السلام. انا عبد السلام والوالد عبد السلام بن عبد السلام. عبد السلام بن احمد بن محمد بن محمد كان عبد السلام بن عبد السلام. الوالد ديالي لا الوالد ديالي ماشي هو عام 1900. لا الوالد ديالي يعني ما كان عندهم تاريخ بذاك التاريخ في الوقت تقريبي يعني هو بشكل تقديري تقديره كان يعني شنو السلطان اللي كان عاصر شنو شكون هو شمع مولاي صوف سوى من سوى الزاد في الخلديين نيس و... نعم سوى الزاد في الخلديين اي الزاد في الخلديين زول هذا زول يا سيدي والله ما شاء الله عذب راسك لكم هذا رجع عند المكتبه انطوا في السماء مزيان ياه واخا كنطلع من تحت صحه ايوا انت كتقول على رزقك لا ما كنتش عامل ان شاء الله ان شاء الله زول هذا يا نور حسب الله. قلت لك يا سيدي أنا الجهد ديالي الوالد ديالي لما تزوج بالوالد ديالي عملت البنت وتبعتها ببنت أخرى وكان عندي الوالد ديالي أنا كنت كنت في إسبانيول ما كانش عندي من الاستقرار أنا كنا ساكنين في الخلدية الخلديين من اللي يدخلوا هذه المنطقة العربية تصلوا مع التجنيد مع الاسبانيول حرب أهلية شي حرب أهلية من اللي دخلت من جندو بدو كيف مد السكينة هادم اللي هادم خدوا جيزوا معهم قاموا تجيهم مول صار يقتلوا ويحرقوا دواوة باقي ما مستقسمش يعني تقول إسبانيا إسبانيا 1911 حديثة الخلديين كتعرفها مزيان نعم حديثة الخلديين مع مع سيلفستري واخا لا من بعد السؤال الثاني فضيلة الشيخ إيوا ما كملتش لك شيء ملي وصلت 5 سنين في العمر ديالي أو 5 سنين ونص
دخلني للمسجد باش نقرا. الوالد ديالي كان عنده رغبه من يقرا القران ويقرا العلم، حيت هو ما تيصرلوش يقرا، وكان واحد العم ديالي كان صغر منه بغى يدخلو يقرا، وكان عنده واحد اختو اخرى شوي مجهلة شوي، فخلتي ديك اخاها يقرا. الاولاد اللي كانوا عند الوالده قبل ما يزيد الوالد كانوا زوج ذكور، احمد ومحمد، كيديهم من الجامع كيتخبعوا في 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 الطريق ملي كيخرجوا المحاضره كيمشيو بحال هكا، وعمل الجهد ديالو باش يقريهم ما قرا فيهم حتى واحد. مشان هو الهدف ديالو كان الرغبه ديالو نقرا. كنا كنمشيو في الموسم ديال ربيع الاول وميلوط، كنمشيو من عند الشيخ ديال الجد ديالي، هذا سيدي يوسف التليدي اللي في الخماس، الشيخ التليدي جدو هذاك الشيخ ديالي جدي انا، على هذا كتخرج والي سيدي عثمان، سيدي عثمان عثمان الشيخ ديالو هو سيدي يوسف، سيدي يوسف التليدي. نعم هذاك في العام اللي كان ماشي نتهيا انا في الرحم ديال الوالده ديالي الله يرحمها، مشينا انا وياها وهو من العمره ديال التاليلي هذا في الخماس، جمعه الخماس مشينا عند الطلبه هما تما مجموعين، اعطاهم قال لهم قولي فتحه يعطينا ربي الذكر ويقرا يقرا القران والعلم. العم جاء كتيما يعني حبلت بيا وضعت النهار اللي لقيت خمس سنين ولا خمس سنين ونص، اداني الجماع قال لي يا ولدي ودي حتى ولدي خايف، انا كنت سبقه بواحد العام ونص، ادانا قلنا شوف الخدمة ديالكم حرام عليا في الدنيا، الخدمة ديالكم تقراو القرآن ولا لا، ما تعاونوني حتى في شي حاجة ما تخدمو حتى شي خدمة، عاد قرا هكا كان. وكان معلم بني ومعلم نجار، وكان واحد البصير عندنا في الدوار قدام القلبية الدوار بقمو، كان عنده المجموعة ديال التصنيف في 28 يعني مادة. مشان عنده صغاب له شي شغل قالوا خلصني، قالوا لي عندك واحد الكتاب ديال العلم، قالوا له عندي، قالوا الفلوس خلي من عندك عطاه لي، جاب لي هذاك الكتاب. انا السلكه الاوليه الثانيه كتبتها من راسي، انا عملت 13 سلكه في القران ما شاء الله، ما عطاني حتى شي واحد ما شاء الله في القواعد ديالو وكلشي، ودابا انا باقي نحسبه القران. دا كنت نقي يعني نعمل نصف القرآن وعشرين ديال الأبيات ديك السنة في اللوح ما شاء الله، وكان عرطهم بحال يعرط الفاتحة ذكرها حتى المفتاح، وكان عندنا حنا مشهورين في الأبيات. السؤال الثاني غادي بغينا تحدثنا شوية على المعهد الديني الأصيل، يعني فين كان الأساس اللي كانوا المعهد الديني ديالنا في العريش، يعني معروف كان في السوق الداخلي في يعني حنايا في الحالة ديالنا اللي كنا فيه. واش المدرسة اللي لاصقة في جامع كبير أولا في صندوق زلجوق؟ حنا في الأول ديالنا الدخول ديالنا كنا كنقراو في جامع كبير، ولما تكثروا الأقسام ديالنا توزعنا، يعني كنقراو في هذيك اللي باعوها هنا اللي كانت في الباب ديال الصقاله، هذيك تما كان عندي من السكن في مدرسة الجوبه، كان سكن ما كانش الدراسه، كان على السكن. لا على السكن وكان عندنا جماعه كبيره اللي كنقراو فيها، والفندق كتنعسو فيه الفندق، وكاين هذاك المدرسة ديال اليهود لما المعهد
وهاد المعادن تما كان معادن لما جيت جبرت المعادن تما ما حضرتيش المقر الجديد ديالو؟ نعم انا نقول لك ان كانت مؤسسه في جنب حسينة وفي جنان باشا كان عندنا كان بنايه قدام تحت فوق ديك السبيله فين؟ جنان باشا هذيك السبيله ديالي كانت في الشارع الشارع على الشارع في الشارع هي السبيله كانت كانت من الشارع وهي كانت فوق الطريق كبيره كانت عندنا فيها فوق القداس رابط رابط غريب هذا يعني هذا من المؤسسة اللي قرينها في عند المعادن كان عندهم بلاصه ديال المقرص نعم كان عندهم بلاصه البلايص حدا قلت لهم باش لا حنا في المراكز كنا كان بعض المرات كتخوى واحد الجهه كنمشيو كنعمروا جهه اخرى على حسب الفراغ ولينا كان عندنا تعليم الابتدائي والثانوي دابا انا ملي هبطت من هنا من العريش هبطت الاولى ابتدائي عطيني الاساتذه اللي قريتي عندهم في ديك المرحله قرا لي كان الحاج محمد البرياق الحاج محمد البرياق كاين سي حبسه من الاستاذ سي حبسه من العروسي ولا الحمام خاص المهديه قرينا على كان كان عندنا الشيء البشر شنو محمد البريق شنو كان كيدرس شنو كان كيقرا كان هو المواد الادبيه و شافت المعروسي كيقرا العصبيه وكيقرا التريق كيقرا العصبيه والتريق والارث وكان كان انا منوع كان عاد مبارك العريبي هذا كان هنا اللي توفى كان كيقري مبارك العريبي شنو كان عنده؟ كان يقرر القراءة يقرر الإنشاء ومن بعد بدا يقرر التاريخ والجغرافية كان عندنا بزاف كان سي مختار مخمل قرر معنا شي رحمه الله هو كان عندنا حتى قبل ما مختار مخمل كان من الأساتذة ديالنا سي مزوار اللي عنده الدار ديالو لهنايا سي الحاج الهادي العاشر مزوار واش سي عسلان؟ لا مزوار مزوار محمد الصمدي مزوار والاخر كذلك سي الحاج الهادي العسري الهادي العسري استاذ ديالنا وممتاز سي الحاج الامين الروسي وكل ما اساتذه ديالنا سيدي يعطينا عن شي اسماء انا كنجمع الاسماء يعطينا الا كانت شي اسماء عندهم شي تاليفات الفوا شي كتب دابا عطيني غير الاسماء بعدا نلقى شي حاجه في الطريق شي امير هذه نعم باقي عندك شي اسماء اخرى في هذا الاساسيه ما بزاف مجموعين واه خصنا ما كرهناش نجردوهم فهمتي المول اللي كانوا كيدرسوا لك لا لا هذا بعد اسماء بعدا ناخذ الاسماء دابا خدينا هاد البركه زعما كاينين اللي جاو من شي جهه اخرى ما بقاش يسمعوا دائما نقولوا لهم بزاف عليهم يعني هاد هما اللي كانوا بارزين عندنا الفتره الزمنيه تقريبا شمن عام الفتره الزمنيه تقريبا كنت في المعهد انا في اكتوبر 1955 بديتي جيتي مع بدايه الاستقلال حتى الفوقاش فاتح اكتوبر 1955 دخلت المعهد حتى الفوقاش وقفت في 30 يونيو 1960 مدرسة المعلمين كنت فيها من اكتوبر 60 الى اكتوبر 61 الى اكتوبر لا اكتوبر 60 يعني سنت دراسة ديالو لا اكتوبر 60 دخلت المدرسة المعلمين التطوان اكتوبر 61 كنت معين في ناحية مراكش دابا وصلنا للمؤسسات اكتوبر 60 61 كنت معين في مجموعة مدارس هي تعليق لمراكش. دابا عطيني أستاذ الأسماء ديال المؤسسات اللي درستي فيها، دابا قلتي في مراكش مشيتي لمراكش فين قريتي؟ مجموعة مدارس أي تعليق. مجموعة مدارس أي تعليق. مدارس أي تعليق. المود شو هذه؟
بالنسبة للتعليم مراكش. وزيد شنو المؤسسة اللي موراها؟ بعد تنقلت من طنجان. تنقلت من الغربية. حد الغربية. حد الغربية بقيت مجموعة مدارس الحد الغربية. المدرسة كاني سكت فيها عين بن عمار. بين كحوشة وعين بن عمار كاينة مدرسة قبلتها عين عن جديد. تما كانت عن أقول 6 سنين. جاء من وراء جاء مفتش يفتشني من طنجة. وفي التقرير ديالو اللي يكمل التقرير مشان عند المندوب تاع التعليم تاع طنجة. قالوا جيبوا لي فلان. قالوا هذا ما بيصلحش يبقى في البادية خصو يجي لعندنا. مدينة. سردوا لي واحد من النيابة. قالوا لي أجي تشوف واحد زوج المدارس خاوية في طنجة اللي عجبتك تدخل نيلة. مشيت أنا من ذوك زوج المدارس ما عجبني حتى واحدة. العام اللي مورا العام اللي كمل كتبت رسالة قلت له خصني نمشي للعرايش. صارت لي من الحركة الانتقالية قالوا لي ماما ما عندي مشي. صبرت الرسالة ودفعت أنا قومي كان هو التاني النايب في طنجة. دا قومي دهن المندوب كان عنا من العرايش أحمد الزناي واللي كان في التطاول في أحمد الزناي كان هو النيابة هو النايب ديال التربية الوطنية. داها لون تما وقال له هذا ما خصناش نخليوه في البادية ونشوفوا نديوه هنا هو اللي يطلب العرايش وما اتفقوا معاه. ولكن داوك طنجة. أنا طلبت العرايش وما عطوني طنجة. إنه شنو مؤسسة؟ عطوني مدرسة جديدة مدرسة دبد البنات قدام ديك الكوميسارية. وشنو المادة اللي كنتي كتدرس؟ لا هذا قسم التحضير هي 20 مادة عندنا. قاعدين المكتب ورصفت لهم ديك المكتب كان عمل محاضرات وجمع الناس ورصفت لهم ديك الشيء وصغبت لهم الجامع باش نتصالي بهم تما وما عجبنيش الحال كملت عام وبغيتش نبقى. دخلتي للعرايش؟ شنو عطاوك؟ المدرسة كانت باقا المدرسة البلدية باسمية وكنتي شاري في الادريسي. كانت البلدية كنعرفوها. ايوا شاري في الادريسي عاد كانت. انا كان عندي تما خدمت الابتدائي وخدمت الثالثة الابتدائي وخدمت السادسة وخدمت الخامسة. بقيتي فيها حتى التقاعد؟ لا يعني كملت فيها يعني 1900 يتنقلني إلى 1900 المسيرة الخضراء كانت 1975 هذيك العام هذا كانت تنقلت من المدرسة بنو زيدون. بنو زيدون هذيك الدخلة ديالها تنقلنا بالتلاميذ ديالنا المدرسة البلدية اللي بتلمد ديالنا. تعبت بنات. كان مجموعة باقا كتبنا أنا كملتها بالبني. المدير جانا من صفرو. الجيري محمد كيقولوا له. جا من صفرو هذاك العام قوي تدريب للمديرين. اللي بداو يعملوا تدريب للمديرين عيط لي قال لي شوف قال لي أنا باش نخليك مدير في مطعي ما تمشي نقوز تدريب. أنا شبرت الإدارة هذيك هذا أنا الأول قلت فيها بنو زيدون شغل مدير مؤسسة أنا الأول اللي خدمت فيها 75 76 أنا بقيت 3 شهور بالطابع ديالي بكل شيء بيدي وهو ملي كمل دخل فتح يناير عجة نائب عجة اللي كان كينو بعين المدير كان نائب مدير كان عندي 3 شهور عجة المدرسة سلمت له. أنا 3 شهور كنت مقابل البناية ومقابل التلاميذ ديالنا سمدينا قسمناها مدينة المدرسة محمد الخامس البنين ودينا هذيك بنو زيدون طارق بن سعد البني لا طارق بن زياد لا طارق بن زياد ودينا التلاميذ ديالنا وبقيت أنا مدير عليهم
كنمشي تما ونقابل الاقسام تما ونقابل الاخر اللي عنده شي حاجه جات بالغالب. حتى في خمس نشبر القسم ديالي شبرتو حتى 10 يناير. 10 يناير عطاوني المتوسط الاول في الفوقي في الطبقه. بقيت بنو زيدون حتى 1984 وعاد عاد بقاو عليا خرجت برت الاداره في نفس المؤسسه. الاداره في نفس المؤسسه ما كنت كايناش كان عندي الحق نديها. قلت انا رقم واحد في الاقليم ما عنديش نقطه النيابه. الحركه شاركنا في الحركه الانتقاليه لهاد الاداره. الحركه الانتقاليه للاداره واخا كنعينو كيعطونا لكم خمسه الاماكن اللي نعينوها، ولكن هما على حسب الفراغ اللي عندهم. وعطاو لنا اللائحه نعمروا الاماكن الصغيره. العريش ما فيهاش الشغل. كلشي عمر. ملي ما يعطيو شي المكان اللي ما فيهش الصغير كيطيروا عليه. انا جبروا لي رقم واحد شافوا لي اقرب اداره للعريش هي النقرجه. كانت عندي القاضي عياد. قضي عيد وقف فيها 5 سنين ونص. شمسانة كانت هذيك اللي مشيتي للقاضي عياد؟ شمسانة؟ مشيت على 1995. 99؟ لا 95. تما كتجبر تقاعد؟ أنا جبرت في 99. تما كتجبر تقاعد؟ نقارن مع سنين جبرت تقاعد في 99. هذاك اللي عندي جا بعد مني خو زوج ديال المدارس في العرايش تقاعد في 99. وداهم بأقل نقطة ديالي لأن هذاك العام ما كانوش عمري. نعم. إذا 99 شديت التقاعد. 99 شديت. يلا سؤال مناسب. سؤال موالي غادي تحدثنا على شيخك سيدي عبد القادر بن عبد السلام. سيدي عبد القادر بن عجيبة رضي الله عنه. كنت تكتبوا ولا مش كنسجلوا كنكتبوا. كنسجل. كنسجلوا. سيدي عبد القادر بن عجيبة عارف. العارفين الكبار والي من اعلى المقامات في الولايه، يعني كان في المقام ديالو مقام الفوتانيه. الفوتانيه يعني هي مقام الفردانيه او ما يسمى بالقطبي الفرد. من حيث يعني التكوين ديالو الظاهري هو كان حافظ القران. بابا سيدي عبد السلام بن عجيبة رضي الله عنه كان عنده 7 ذكور. كاين زوج ديال الإناث ولكن ما نهضرش على الذكور. 7 كانوا كلهم أولياء، كلهم أقطاب. أكبرهم في العلم والولاية هو سيدي عبد القادر بن عجيبة رضي الله عنه. أعلى مقام كان عنده، أعلى مقام ديالو في الولاية ما كان ينجح شي واحد. فوقاش تلمت إلى يدو؟ نعم في 72 1972 بالضبط. ما التاريخ الميلادي ماشي مضبوط. انا مشيت عنده كانت اول يعني زياره ديالي هنا كانت في النسخه كيعملوا الجامع وكيذكروا. واش عنده في المجلس ديالو في دارو؟ المكان ديالو اللي كنعرف انا سيدي الضريح ديال سيدي بن عجيبه هو اللي كاين في لانجره في طريق لانجره. هو اللي كنعرفو انا دزت عليه في الطريق وداك الشيء. اسمع ما عرفتش المكان اللي كنت. دابا حنا كندوي على سيدي عبد القادر. دابا انا نوضح لكم. سيدي عبد القادر بن عجيبه الوقت اللي انا مشيت باش نقود عليه. فين مشيتي عنده؟ اي كنقول لك يعني مشينا نهار 15 يعني في الشهر شعبان. انا ما كانت السنه الميلاديه كانت 1972. ولكن فين مشيتي عنده يعني المكان ديالو؟ المكان ديالو احنا باقي ما كملتكمش وما خليتوش. واخا استاذ هو كان ساكن في غدير الدفله ومازال باقي في غدير الدفله. وحتى لما توفى راه عنده في لانجره راه الضريح ديالو عند القبه ديالو فحال قبه ديال الرسول. هو في الاصل ديالهم ولاد بن عجيبه جاو من الحوز، من الاندلس جاو من الحوز. اين حوز؟
الحوز تطوان تطوان هذه كاين حوز مراكش لا لا هذيك هذيك عا حوز هذا حوز معنا عقرب اما هذيك القبيله مسميه الحوز جو لكن هذه وحده لثلاثه قرون باش يدخلوا ولا ثلاثه ونص نزلوا في واحد الدوار كيقولوا له عجيبه فوق الخمس لانجره ولكن دابا بعيد عليكم هذيك الطقات الشمس من تما استقروا في شبشن بن سعيد وشي جن جن لانجرا هما نزلوا في في, في قرية الزميج قرية الزميج فوق فوق الملوسة الاثنين الملوسة فوق منا بعد استاد الكولوميت كاينه قرية الزميج تما كانوا تما أول ما نزل تما فيهم سيد أحمد بن عجيبة استقر تما وزوج من تما وجاب كان عنده ثلاثة نساء وبنى البناية ديالو تما الزميج تما بقات هذيك القرية ديالهم الرئيسية هنايا الفرع ديال لنجر سيد الحاج عبد القادر بن عجيبة ول سيد أحمد بن عجيبة سكن تما ولد تما هذاك باقي نسولك عليه باقي نسولك باقي عبد القادر بن عبد السلام سيد عبد القادر بن عجيبة بن عبد السلام هو هذاك سيد عبد القادر يعني اللي قريتي عنده سيد عبد القادر بن عجيبة كان ساكن في قرية غادير الدفنة سكنه غادير الدفنة وضريحه بغادير الدفنة ما هو مرتاحش باش كتمشي تما لعندو باش تاخذ من عنده مشينا لعندو طبعا هو كان كيدرس في المكان ديالو يعني اسمع اسمع الأولياء ما كيدرسوش ياخذهم العلم ديالهم ماهوش العلم القرايه فهمتي الوالي ما كيقريش الوالي شيخ التربيه الصحبه الوالي شيخ التربيه الوالي كيعطي الانوار كيغوز المدى الوالي اللي ياخذ البحر النور من عند الرسول كي دابا تاخذت عن سيدي عبد القادر سيدي عبد القادر بن عجيبة في عين الدفله يعني في الدفله هما ما كاينش العلم الكسبي عنده العلم ما يعرفه حتى واحد نعم ولكن هو ما يقريش هكا واجلس قدامه تعرف بلا ما بلا ما يهدر جا واحد العالم مصري عنده اربع المذاهب وجانا عنده واش يتكلم معاه شكون؟ مصري واحد من المصريين انا ما بقيتش عاقل على سميتو عالم مصري جانا عنده وبدا يتكلم معاه في التصوف ساعة لا يهدر ولا خرج كلشي ما يهدرش ولا يهدر ساعة تصوف هكا ما غادي يكون هذا ويكون هذا ويكون شي ويكون هذا هو هيداك ملي يكمل ساعة وما بغاش يكملها ساعة عندو عينو هكا وقالو جملة واحدة جمع له فيها ديك الكلمة تقلك جمع كلمة واحدة جمع له فيها كلمة فيه يعني ثلاثة الكلمات إذا حسبت تسبات تسعودة من عشرة تلحوف يجمع له ديك الشي اللي قال في ساعة ديك الوقت طاح له على رجله وغسلوا رجله قال له اسمح لي أنا سعت عليك العادات قال له احنا ملي سؤالين أحد العادات العلم ديالو ما يعرفوا لا إنس ولا جن علم البحار يعني هما علم يتسقى يتقان بالنور لما لا يحتاجوا شي فيه القرايه سيد عبد العزيز الدباغ اللي ما خلى شي ما قالوا وصحح القران والحديث للعلماء فاس عمره ما قرا حتى حرف كان كيدبغ الجلود في بوزلت ها وسيد عبد العزيز الدباغ عنده الابريس ديك من الابريس سيد الدباغ ايوا التصوف ما يحتاجش القرايه والعلم ديالهم مش هو العلم تاع التصوف العلم يقرأ هذاك علم موهوب ويسمى علم التصوف علم الباطن وعلم الإشارة ولكن هو علم وعنده منهجية ديالو وعنده كل شيء ديالو عنده الأصول ديالو وعنده كل شيء هذا ديالنا اللي لا نقرأه إحنا هنا واللي ما عنده أصول أما الأخر ماشي على الأصول عنده أوتاد عنده الكايز صحيح يعني كيهدر وقبلت ربي وقبلت قبلت الشموس وتحت الأرض اللي تشوف شنو فيها ومن مرة الأرض إحنا من مرة الحيط ما نشوفوش
هما محجوبين شي، هما عربي كيسكنوا هنا عندهم في بالروح ديالو باللغة ديالو. ماشي قالوا يا داود طهر لي بيتا نسكنه، قالوا كيف طاهر لك بيتا تسكنه وانت رب العالمين، قالوا طاهر لي قلبك. سيدنا رسول الله قال القلب بيت الرب، وربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال لن يسعني عرشي ولا كرسي ولا سمائي ولا أرضي وهو سعني قلب عبد المؤمن، وهو سعني قلب عبد المؤمن. القلب القلب ديالنا هو اللي كيجمع كل شيء. فالأولياء اللي عندهم الكاشف على اللوح المحفوظ وعندهم أنا كنت بقول لي يزوع عين المسمى حنين هيدا يشوفوا القلب كيقرأوا السطورة ديال المسقر الشيشتوري، انظر إلى نفسك وقرأ السطورة تحلل المكشفات ديالي مكتجيهم عن طريق الأنوار عن طريق الهواتف. الولي العلم الظاهر لا يصلح له عيطه وضبه ويصلي به، فهمتي؟ شيخ التربية سيد حمد بن عجيبة في الفارس قال لي يجب على شيخ التربية أو يشترط في شيخ التربية أن يكون متغلغلا في علم القوم، يكون البحر علم البحر. أما الظاهر قال يكفيه ما يصلح به فرده وسنة، ما يكفيه فرده. سيد حمد بن عجيبة كان آية العلم الظاهر وأيد العلم الباطن. ونهار اللي تصوف بخمس سنين، تصوف عنده 45 في العمر ديالو، ملي لقى 50 سنة قال له شحال عندك في العمر؟ قال لهم 5 سنين. يا رفقي قالوا له انت قديت؟ قال عندي 5 سنين. قال لهم هي اللي وعد فيها نقص مع ربي سبحان الله، ودرس في العلوم ديالو لا توعد، وكنت عنده العبادة ليلية ونهارية. ملي كان باقي عنده 3 سنين في الحياة ديالو، كان ملي يوصل وقت الظهر كيبدا يبكي، ما يمكنش يسكت الى حتى تلقى يماه في طهرة وتصلي به، وكيقول لها نام الظلي الفجر كيأذن الى ما نضت يماه تصلي وتبقى في طهرة ما يسكتش، كذلك في الظهر كذلك في العصر كذلك في المغرب وثلاث سنين. وعلم ما توضى وفي لعب في قطع الحوايج غدسون التيمم، وملي نكبر وتوعى وبدا يحفظ القرآن وبدا يقرأ القرآن وبدا يبات سيدي طلحة سيدي اللي يبات في الفقرة، ومشى يقرأ في دار الشاوية العلم، وقاز عليه واحد العالم كان ساكن في القصر وهو في قار الفاس، قاز عليه تما وليك شنو دخل لديك الجامع يعمل كيصلي واسمعوا وعيطوا بدا يناقشوا في العلم جبر البحر. قالوا باش نديك معايا للقصر نتا، قالوا ما صحش القلب. دان القصر الطبيب قرا معاه شي حاجه داه معاه في الفاس، فاس القرايه اللي قرا فاس ديك العلوم اللي قراها كامله اللي كترس في القروين كلها هضمة. ملي كان ماشي في حاله قال لهم عطوني عندك الاساتذه الكبار ديالو عطوني اجازه، قالوا له ما قدوش نعطيوك الاجازه انت اعلم منا. قال لهم قريت عليكم وسمعتكم، يعني صرت عليا البخاري وسمعتوا مني ودابا تعطوني. واحدة بنيس واحدة القادري واحدة عندي ثلاثة الإجازة، كل من اللي جاو يكتبوا له الإجازة قال أجزناه إسعافا لا إنصافا، فإنه علمه أكبر من علمنا أكبر من علمنا. فهمتي؟ وجانا هنا يعني الوزانيين وهاد اللي كانوا صوفيين هنا اللي يظهر على ذاك النور ديالو بداو يعرضوا عليه يحرضوا عليه المخزن، ولا هذه الكل اللي يخدم وهذه ماشي القرايه. فهمتي؟ وما نطولش عليكم معايا الكلام الطويل. واخا استاذ ندخلوا للنقطه الخامسه، هي ديال منهج ديال تفسير القران.
كاين كاين معروف كاين تفسير الكتاب بالكتاب وتفسير الكتاب بالسنة وكاين تفسير بالرأي. دابا التفسير بالإشارة أو الإشاري شنو كنقصدوا به؟ التفسير بالإشارة كنقصدوا به المعاني الباطنية ديال ديك الآية، يقصد به المعاني الباطنية التي لا يستنبطها أو لا يعرفها إلا المتمحصين في العلم. قد الله يقول الله تعالى قد علمه كتب نبت أنا كنسجل قد علمه الذين يستنبطونه أنت وما أنت هذه وحدة تستنبط وتما كذلك يعني الراسخون في العلم يقول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم الراسخون في العلم هما هما علم الإشارة علم علم الباطل. جميل. دابا مثلا الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل آية حد ومطلع حد ومطلع يعني ظاهرها وباطنها. سيدي عبد القادر بن عجيبة رضي الله عنه الشيخ ديالي قال لي سيدي حسن قال لي كل حرف القرآن عنده 3000 معنى. سمعوا مني مزيان، قال لي 3000 معنى، ألف ظاهرة وألف باطنة وألف باطن الباطن. فلما كاين بحال القشيرية ولا بحال تأويلة النجمية كاين اللي يقول ابن عربي الحاتمي كاين اللي يتكلموا في علم الإشارة. الإشارة معناها كيعطيك شي أمور ماشي حقيقية ما كتشوفهاش عن طريق الحس، يعني كيعطيها لك يعني هاك يقول لك إذا تبعت هذه الفقرة راح ما توصل من واحد الحس. هاد الفتات اللي كنعملوهم في هذه الطرق والشوارع وكنعملو في كيف تب العمل ويقيل هيدا ويقيل حتى ويقيل هيدا هذيك السهم اللي كنصاوبو وزعما هذيك اللوحة اللي كتكون معلقة في الطريق واللي صار لك هذاك واش هذاك اللي صار لك هو هذيك اللوحة ماشي هي فيني أما تمشي دابا للحاجة ديال العريس مزبر طريق الرباط لوحة مكتوب فيها رباط وعندها هذيك السهم ديالي ها ما اربط واش كنت لكم من هو اربط هذا هو التصوف. التصوف ليس هو علم اوراق هو علم اذواق. الاذواق يعني نور كيعمر القلب بالنور يعني بالاذكار وصحبه الاغيار يعني ما هذا الاغيار كلها كتزول القلب ما يبقاش معمر بالظلمه القلب يعمر بالنور. إلى عمر القلب بالنور ليعرف الكون كامل يعرف ماشي على السماء السبع يعرف شنو فيها يعرف من هاد الأرض هذه نسمة السبع نسمة السبع فوق يعرفوا لما يكون هذا عنده عمر في تفسير الإشارة سيد أحمد بن عجيبة فطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود قلب العارفي قبلة الأنوار. قال من حج إليه كمن حج بيت الله الحرام ألف مرة. هما ما كيحتاجوش يمشوا للكعبة يحجوا. قالوا واحد عدد من الناس كيحجوا إلى الحرم وأنا أوحى حرم عنده هو ساكن عنده تم فهمتي؟ قالوا لي سيستوري قال مني علي دارت كؤوس من بعد الموت تراني حد ولي عبد الله دار زمانش قاعد عبد المناش قاعد قال كل قطب يطوف بالبيت سبعة وأنا البيت طائف بخيال البكة والسماء والأرض هنا من داخلي من العرب الحاتم قال اللي سبعه ليس في يعني قال أن القرآن هو السبع المثاني أنا العرش
والكرسي ما ثمتان منو بنا في المباحث الأصلية قال أبشر في الإنسان حسن بنا أنا مش أذن بنا اللي تعرف أنت حسن نعم لا لا سارة قصتي هذا بنا سارة قصتي منو بنا سارة قصتي قال أبشر فأنت نسخة الوجود لله ما أعلك من وجودي أليس فيك العرش والكرسي والعلم العلوي والسفلي أنتي وقال عود فلم ت يعني يعني في في الأحياء قال النفس دينا كلها علامة علامة تدركة للأشياء قال وإنما يعقوها الأبدان والأنفس النزغ والشيطان فكل من أدعقها جهادا أظهر للقاعد خرق العادة الإنسان سيد الكون يعني إلى استقيم وأفضل من المخلوقات كلها حتى فوق الملائكة وربي لما سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خليفته لم يجعلها من الملائكة بل من الناس وإني جاعل في الأرض خليفة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض هذا الشيخ ديال لم قلت لك أنا راه هو الغوص كان الخليفة وهو مازال باقي عنده 20 سنة باش توفى ولا يبقى تصرف عند الغوص صرف المملكة الباطنية وقام ما تعرفو شي هذا إيمان أمنوا بها ها يعني كيبقى فيه لما كيغيب الرسول عن الوجود كيبقى أغوات كيقوموا مقامه في المملكة الباطنية عندك واش يقول هذا ولد نور في المملكة الدارهم هما اللي كيدير شنو هما اللي كيقارو واش هذا من اللي هذا هما اللي يشوفوا شنو عند ربي واللي يوصلوا الوقت ديالو هو هذا من اللي يقوزوا لهم الإله قال باش يمشيو يقوا شي حاجة هناك ومؤسسة هناك وغادين أشكون كيقوز المال ماشي أنا ممكن يتم هذا مبغوني الإله مرام المملكة ديالو ولكن ما كيكونش هذا بلا هذا السلطان الظاهر والسلطان الباطن إلا اختلفوا ما يكون والو وإلا اتفقوا يكون عندي مراد الله في هذه البقعة ديال هذا المغرب من مراد الله اختار الغوث واختار السلطان احنا ماشي عادك ديك المخير للأمة احنا ديك ديك السنسية ديالها ديك الروح ديالها يا سبحان الله احنا المغرب هذا البقعة الطاهرة ديال المغرب الأقصى عارفه الأولياء في الأرض 100,000 و24,000 يعني على عدد الأنبياء كانوا 100,000 و24,000 سيدنا علي قال يعني إذا توفي الرسول خلق الله من يخلفه من الأولياء يعني 100,000 و24,000 قال إذا نقص واحد السماء لا تمطر والأرض لا تنبت قال وإذا وقع جفاف وقدلة في الأرض فليس من قلة عددهم ولا من قلة مددهم وإنما هو مراد الله في الأرض مراد الله في الأرض وما كيخفيهم الله لا إلا باش ما يتأذوا الناس يعني إذا تحرك الوالي بالصورة ديالو النورانية ما بقش يعبد الله ما تعبدش الفتنة ديك الساعة عبدني له غادي تفتنوا الناس به رسول الله يعني العارف من الله قالوا له كشف نور الولي لعبد من دون الله يعني مش يخرج واحد النور ديالو ما خارق للعادة ما تطيقوش هم الشهود اللي شهدوا ربي وموسى ما قدرش يشهد حتى النور ديال السدرة المنتهى راسو قد شنو طاح ميت وجبل الدق ما عندي قالوا يقولون الذي يكون هيبتهم ماني عارف حتى شي يقول من يطيق من يضيق انت جل الا قلبا من حبيبي قد تملى من يطيق انت جل
تجلس ربي ما يتقوى واحد إلا القلب ذو الحبيب اللي تعمر والرسول فهمتي؟ كل شيء من شارب الخمر الربانية سكر إلا النبي سكر كأس واحدة سهو إلا محب أنت الرسول ليلة الإسراء والمعراج تعطته ثلاثة للأنواع العلوم وفي العناصر ديالها 44 علم تعطته كامل من الفراش ديالو في مكة حتى نسمى سبع ما كانش يختار من ثلاثة دقائق أو ربع ساعة مشى بصباطو كسوتو 70,000 جاب جبريل للملائكة و70,000 جاب ميكائيل للملائكة كلهم كانوا خادم ديالو البوراق اللي كنت فيها كنت عمل الحافر هاتك الجزء كنت نشوف حد البصر دخل بيت المقدس يجمع له ربي الرسول كامل صلى به وطلع نسمى الأول صلى بالملائكة كاملين الأول والرسول اللي تم وكذلك نسمى الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع السابع قينا السدر المنتهى السدر المنتهى في وصلنا تما جبريل قال له أنا هنا بسمع قال له زيد معايا وصلتين وقال له قال له زيد خطوة نحترق بالنور ديالك لو زدت خطوة لاحترقت بنوري هو 70 حجاب أو سرادقات ولا سميها كما قلت بين السدر المنتهى وفي تجلال الحق في العرش ديالو أو تقول 7 البحورة وديك البحورة كلها من النور وكل بحر قد من الأرض هذه نسمة وإذا قصت ما جبريل يتحرق قطعن بحده شكون على يجيب له من السدر المنتهى زاد جوا جبريل وقطمته قال وما منا لا له ما قام بعده ثم زاد حتى للحجاب الثالث جاء شكل مالك على شكل طائر طرد ملي كان باقي له الحجم باش يوصل للعرش جاء رفرط يعني بحال يقول المال صالون تقدر تديها في اللغه شنحف صالون اللغه دابا هو شنحف انا حتى تديك للحف لا هذا الحف غيطة قال البدين هذا الفوتي فوتي صار أرق المتكئين على رفرفين على رفرفين رفرفين مسمي خضر وعقار رفرف يعني كرسي ممتاز ملبد بادخ هذاك جلس عليه مشبح حتى وإذا ما نتجه لي من شي حاجة قطعت كل المسافة هو هنا عنده والقلب بيت الرب ولكن احنا في احنا عبارة عن لعبة العصر الله يمشي معنا مع القديم وفوز من تبعت وقال هو أقرب إليك من حبل الورد أنت زعما ربي به هو أقرب إليك من حبل الورد وإيش هذه المراحل كلها اهتمام إظهار يعني التعظيم للبني آدم وتسيد الوجه إظهار التعظيم الله سبحانه وتعالى في الكون كامل كان متجلي باسم الباطن ما كان مخلوق ما عمرك الفرق ما عمرك الفرق دائما ربك موجود نتجلي باسم الباطن
وشكون اللي دار هذا الكون كامل؟ الرسول ديالنا سبحان الله. قال كنت كنزا مخفيا لم اعرف فاردت ان اعرف فقبضت قبضه من نور ذاتي وقلت لها كوني محمد فبي عرفوني فبي عرفوني. هذا الكلام ضرب الفلانه نقطه 8 ولي 10 والباسوس شحال هو المجموع 8 زائد 10 8 زائد 10 زائد 12 92 سيدنا رسول الله في 92 محمد الميم 40 والميم 40 والحد 8 هي 88 والدال 4 هي 92 فبي عرفوني يعني فبي محمد عرفوني. هذا الرمز اللي كاين في التوراة دابا حنا حتى نقولوا ما عندهم ها الرموز العبرية الرموز العبرية فبي نعرف نزلت عليها الف لميم بدا لي يحسبوا الف ينقط واحد ولا من 30 اخفوا عن الناس خلوها مخفيه على الناس قالوا له خليها يلا سي محمد الناس الاسئله زيد زيد دابا كنهودوا من السماء الارض دابا زيد حيت دابا عندي واحد العدد ديال الشخصيات حنا كن في اطار جمع التراجم واحد المجموعه ديال الشخصيات اللي دازت في التاريخ ديال المدينه العريش دابا الا كان هذيك وقع في الجامع ما مشيتو لا تصلي بينا تصلي بينا علاش انا على الصلاه انا ما نمشي نعمل عندك الدار الصلاه لا ولا ما وقع ما نمشيش نصلي ونقول لهم دابا كنا في اطار جمع التراجم ديال بعض الشخصيات الشهيره عندنا اللي مارسنا في مدينه العريش كنجمعوا ليها المعلومات كنجمعوا ليها ما امكن المعلومات باش كنديروا التراجم ديالها. بغيت نسولك دابا على ثلاثه ديال الشخصيات تعطيني يعني ما تيسر من المعلومات اللي عندك عليهم. واخا الامر بعيد على التخصص وانما لكن في الماء فتمكن سيدي احمد بن موسى وزير الاوقاف ديال المنطقه الخليفيه اللي كان هنا في عريش. سيدي احمد بن موسى كان واحد كان عندنا في العريش كان هنا داز شي 20 سنه هو خدام هنايا امين ديال الديوانه وتناسب مع الفاضل بن عيش الباشا وطلع تطوان ولا وزير الاوقاف كيقول الشاعر الوزير الوزير الشاعر الشاعر ما عندوش ما عندش فكره على هذا انا هو مدخل الحمايه في الاخر لهنا هو قال في اكتوبر 55 اللي كان لا 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 عنده واحد الفكره لا انا ما فكر ديال هذا هذاك اللي كان هنا اللي كان في التوركه في الرباط وكان في الدار البيضاء هذا اللي هذا اللي عملوا المكتبه بسميتو صمد الفوي عليك كان تكلموا فيه لأن أنا كما عاش هنا وخاك باشا وهذا السعب صامد الفوي رحمه الله دابا عدنا عليه مجموعة زعما نقول دابا الناس اللي ما عدناش عليهم فكرة بحال دابا هذا السيد هذا السيد هناك من يعد له أطروحة ديال أطروحة وباغي منطقة الفترة ديالو في العريش ما عنده شيء لا حنا الشخصيات اللي كان عندنا علاقة بهم يعني علاقة صحبة ولا علاقة التعليم يعني نعرفوهم مثلا في العلم واخا بالنسبة للباشا الفاضل بن عيش الفاضل بن عيش هذا كان بالقصر لا كان باشا في العريش ومن بعد ولا باشا في القصر أصيلا بن عيش ما كانش باشا في العريش هو اللي كان قبل خالد الريسوني قبل ما يجي خالد الريسوني كان هو اللي كان باشا هو الباشا اللي باشا اللي كتسمى به بسميته هذا الجنان ديالو جنان باشا ديالو هاي وبن عيش واخا بالنسبه لخالد الريسولي خالد الريسولي
قرت عليه انت باش انا نجي عليه شنو هي كيف يلا زيد السؤال كنا عليه استاذ محمد لا خالد واش كان من العلماء خالد المكتبه ديالو خالد كان من اكبر العلماء خالد سيدي خالد الريسوني كان من اكبر العلماء وكان يعني في المسائل ديالو كان يفصل بين الناس وهو في الكتاب يدو تقول عنده دغ السمع ما كانش يزول الكتاب من عنده اللغات كان عنده سبعه اللغات واكبر واحد في المغرب باستثناء الحسن الثاني الله يرحمه بارك الله زول الحسن الثاني ما كانش شي واحد غادو كان في اللغات في اللغات اما من علم المعهدين والعلم الطاهر فالبحر تبارك الله وحنا حضرنا عليه كيقري في جامعة اللي عمل الدروس كيعمل دور جامعة عمل الدروس كيقري وكيقري المواد الصعيبة للأصول والبلاغة والبيان والتفسير حنا حضرنا معاه وعاودنا ماشي قال علاقته مع العلماء كيفاش كانت؟ علاقة العلماء متميزة كان كيدعم العلم والعلماء كان يدعم العلم وكان كيساعد وكان كيعطي يعاون كان المقام ديالو عالي في العلم ومع العلماء اولا الاسر ديالو ما كانتش يخلى صدق يعني المساكن ما يخلاش بالنسبه للنشوى ما يقبض النشوى النقطه اللي كانت شوي خلاها له باباه هي هذيك النقطة أما هو التعامل ديالو مع الإسبان لا التعامل مع صفر المراكز عنده إسبانيولية إسبانيولية زعما التعامل إسبانيو باش ندعو لديك الثورة هنايا نقول لك ماشي الثورة ديال إسبانيول أنتم استثنوني سؤال آخر في العهد سيدي محمد الخامس الله يرحمه الله يرحمه يعني كان مستعمر باغي يدخل لانه في القرن في بعد ملي الحسن الاول راه كانوا عملوا واحد المؤتمر اوروبا الدول الغربيه كلشي مدريد والجزيره الخضراء الجزيره الخضراء واتفقوا على انه يعني فيه تم وزعوا مؤتمر الخزيرات وزعوا الدول ما بيناتهم دول وزعوا ما بيناتهم وفرقوا هذا ماشي استعمر من فرنسا على اسبانيا هذا كان التوزيع ديال الجزيره الخضراء هذه كان اقبح نقطه يعني الضعف كان عند المسلمين وعند العرب هذه اول النقطه اللي اثرت هذيك النقطه اللي جعلهم باش يدخلوا باي سبب فاش بدا يعمل ملي مات الحسن الاول الله يرحمه خلى ثلاثه د ولادو ذكور خلى نعم عزيز مولاي الحفيظ و مولاي يوسف خلى ثلاثه الاول مره ليا قام مولاي عبد الحفيظ مولاي عبد العزيز مولاي عبد العزيز كان باقي صغير عمل من دي الوزير احمد بن موسى كان بحمد هو في مشي هذاك الفارغ اللي تعطاته هو مالك وما كيقرا وما كي وما هو شيء مسيطر فيه تعلم الطبايح تعلم الامر ديال الفساد طريقه تشكيل اخر شيء يعني كان مسائل اخرى يعني بغينا نوصلوا لخالد الريسوني بالضبط لان هذاك الموضوع ديال الريسوني قلنا عندنا فيه المعلومات السي الحاج المكتبه ديالو احنا كنا حاضرين نهار تحرقوها حاضر يعني في كنا هذا في المعهد عندنا التفاصيل ديال العمل حيت كان هذيك المكتبه كيعتبروها كتعتبرها مراجع مهمه جدا على التاريخ ديال المغرب وديال التاريخ كتبها كانوا كتب اصول العرايش وداك الشيء كلشي يكون فيها هو النقطة طويلة
الحادثه ديال النهب والحرق اللي وقع ديال المكتبه اللي حضرتي عليها انت بالضبط. حزب الاستقلال ملي هو صاحب الفعل. نعم ملي مشى فحالو اسبانيول بقات واحد الفتره ديال النهار باقي ما عندناش الشرطه. الشرطه ما عندناش فعلا توقع وخا الله توقعت الحمايه خروج الحمايه 8 ابريل هو الواقعة وقعت ما بين مور ابريل يعني مور الاتفاقيه يعني في ديك شهر 5 تكون كاع لا بدات في 56 بس 56. المهم تسليم ديال محمد الخامس ديال الصولات، ولكن باقي كان عندهم نمشي لفرنسا وكانوا باقي كان يتفاوضوا كان المفاوضات. النهار اللي تقضت المفاوضات اللي كان فيه دور السلطة كيحرس المغرب ما بقاش باش تكون اللي ماشي يكون في مطعو غدا ما بين ذاك النهار هذا كنت تما مشات مشي عاف العريش في مراكش في مراكش على القلاوي يعني بعد سليم سلطان بين وقع الفراغ في السلطة وقع الفراغ في السلطة يعني الفراغ في السلطة كان هذاك الوقت هذا كان شي وشايه تعطاتنا سكان القصر شي وشايه على ان الريسوني كان من اللي وقعوا على العريضه المشؤومه محمد الخامس وكانوا لائحه ديالهم ما كيقوها في المناسبات في قوات كان اسمع ديالهم شي 700 هما يعني المشوار اللي كانوا قرابين للقصر يعني بلغوا شي حاجه هكا تكون تعيين هذا اش كيقولوا له هذا الكفن باش في القصر هذا ملالي الرميقي ملالي الرميقي هذا بسميه اللي نبحث عليها الرميقي جه التعيين في ذاك الوقت باش على العريش والقصر دخلوا له العريش في القصر الثلاثة الريسانة كان كيمشي الريسوني كيمشي تما يحكم فيها السوق بالسوق هذاك الثلاثة هذيك ماشي يتوقع لها هذيك الثلاثة ماشي جهة الإعلام بأنه وقف مشى هو بسلاح ديالو مشى بصحابون ثلاثة ضرب تما شي حد ضرب شي جوج ولا ثلاثة نهضت توا عليه في فريسانة في الصبح هادو تما زاد بحالو على ستة لكن جن هنا لا إلا جا عاد شي حاجة هو صافي جن هنا شي حاجة هو هز وجهه ملي جا هما في العشية ولا غدا حزب الاستقلال نهضا قال لك راه مشي نحكو له نهضو جمعو خرج شي فرعو شي فرع شي قهقهو الوقت كانت فترة وفي كانت عنده الدار والمكتبة الحاج شكون الريسوني كانت عنده دار تحت السقف ديال المنانة هذيك الدائرة اللي كانت دائرة هذي هني دائرة تما كانت الدار هذيك الدار تما كانت المكتبة عنده هو دو السعيدي كان ساكن بين قويات السعيدي ايوا هو كان المكتبة ديالو الحاج كانت واش كانت مفتوحة للناس ولا خاصة؟ عنده داخل الدار ديالو لا زعما واش كان كيسمح للناس يدخلوا للمكتبه ولا ما فراسك ان وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه ديال مصر جا تما كان عنده المكتبه ديالو صراحه محمد الباقوري في الشهر 12 55 1955 كنت هنا في العريش شهر 12 في شهر 12 55 جا وزير الاوقاف معاه ديك الصحفي احمد سعيد ديال صوت العرب اللي كانت في القاهره صوت العرب انا نعرفه انا نسمعه احمد سعيد وراه جا معاه وكان هذا الباقوري زار بزاف ديال المدن المغرب بما فيها القصر الكبير والعرايش وتطوان وطنجه وجا وزار المكتبه ديالو هادشي مسجل عند القصر هو شنو هو الحاجه تقدر تقول لنا على السي خالد ريسوني نعم شنو هو باقي لك في الذاكره على السي ريسوني المواقف ديالو يعني المواقف يعني كانت في الحقيقه مشرفه وكانت اغلبيه كيقولوا هادشي اغلبيه كان
اغلبيه كتقول هادشي اللي صوت. حنا حنا ما عندناش شي علم عليه انه كان يسئن الملك ولا يكون وقع له بان الملك ما صالحش لان العريضه مسؤومه لقضاء. كيقولوا كاينه العريضه كيقولوا هما العريضه فيه حتى هو، ولكن علاش هما ملي يكتبوا في الجريده نهار ذاك النهار غدا قالوا وسام اللي يلتقوا قد يلتقوا ترابها ترابها هذاك الريسانه قالوا قالوا وسام. بالنسبه للناس اللي كتشكى من الريسوني من الظلم ولا شكون هو ما كيعرف ما كيعرفش ما كاينش الحاشيه هي اللي كتكثر لا كاينش شي حاجه كيقيوها كيقيوها الاتباع. اما هو لا هو كان كان الشغل ديال الشغل ديالو الاداره ديالو ولا سافر لمشي للوطن ديالو كان عنده وصافي فيه فيه في سكن عنده بنايه عنده عنده ما عنده فيه كان متوفر فيه كان عنده تما الكسيبه كان عنده ولا باقا تما. المهم انت كتعتقد على انه كان رجل صالح ورجل اداري مزيان كان السياسه ديالو مزيانه ما كانش عنده السياسه ديالو السياسه ديالو كانت ديك التاريخ ديك التاريخ ديك الوقت كان عن مقدم هو في والسمك دونك كنعرفوا لا محكمه ولا والو المقدم كيصالح جوج كلمات كيجيبوا لك يحكم يفصل المسائل ديالو. حضرتي الحادثه ديالو مع قاسم السوسي مثلا فاش رفع عليه السلاح شغل هادو بسلاح واش هذا في ثلاثة هنا في العريش لا هنا هنا قاسم السوسي ولا كان عنده كيران ديال ديال النقل قاسم السوسي حنا جبرنا سكان ويلا والبالانسي هنا اللي كاينه في العريش ما كاين لا كيران لا والو خفاوها هذيك لان لان الحادثة هذي خفاوها لان كانت كتعتبر تهديد للرمز ديال الهيبة والمخزن ديال هذا قليل اللي كيعرف هذا ما نعرفوش هذه النقطة هذه اللي قلتيها سيدي نعم احنا ما نعرفوش هذه النقطة حتى حتى قاسم ما كاينش انا لان السيارة وحدة ديال السكنوي لما كنعرفوها كانت النصارى كبني كانت والبلنسي انا كذلك ولا كنت شركة ديال المغربية لا دخلوا 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 العرب دخلوا مستثمرين من دخل هذا قاسم السوسي ومع مسلم مسلم 29 دخلوا عام 29 واذا دخلوا عام 29 انا باقي ما انا شيء ما كاينش انا دخلت في 55 نعم وكيما انا باش نكون عارف انا هذا وهذا الحادثه هذه وقعت ربما في في, في الربعينات ولا الربعينات انا باقي باقي عاد خلقت ما عندي شيء في العلم هذه اما خالد الرسولي انا السؤال ديالي السابع ديالي والاخر هو الجديد واش كاينه شي حاجه كتشتغل عليها في الجامع او الطبيعه واش كاينه شي 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 مشروع خدام عليه حاليا كتب ديالي دابا زوج هاد الشهر باش نمشيو لبنان راه ما يطبق لبنان شنو اسماء شنو المشاريع شنو علاش خدام لهم اسماء اسماء ازهار البستان في طبقه الاعيان أزهار بستان في طبقة الأعين شنو مال الأعين؟ نعم شنو مال الأعين اللي كانت طبقتي؟ أعين العلماء الأعين هادشي عشرة القرون والأصناف ديالهم والمشارف ديالهم هذا عنوان العنوان الثاني؟ الثاني عنده عنده بلاتي نقرأ فيه العنوان ديالو هذا واحد 18 ولا 19 يعني قصيدة قوانين القرآن والضبط ديالو والشكل ديالو عبقرية العباقرة هذا سمية أنا لقيته لهم هما مجموعة القصائد سميتي ولا باقي؟ عبقرية العباقرة هي تطبع بلاتي نقول هي تطبع في في لبنان دار الكتب العلمية النيت دار الكتب العلمية ما شاء الله ما شاء الله من عام باقي كيألف ما شاء الله كتلقاو شباب خلي 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 كتلقاو شباب هما في الأوساط الشباب خفاو شنو نقول لك أنا الجيل ديال الجيل ديالنا حنايا هما الآخرين هذا أنا رديتو هذا اللي رديتو كتاب هو دابا عندك مرقون مثلا مش خليتو هايدا
عبقريات والعباقرة في تحقيق قرأ وريها هكذا وريها هكذا نشوف عقيد جزء الأول عبقريات والعباقرة أمبت شوية قرأ الاسم ديالو كامل شني قرأ كل شيء صافي اخا قريه العباقره الجزء الثاني يختص في منظومات في الرسم القراني جمعه بخطه المقرئ اللامع سيدي الحاج محمد بن شقرون رحمه الله في مجموع السماه المجموع الفريد في رسم القران المجيد قدم له شرح معضلاته وشكل ابياته خادم العلم الاستاذ عبد السلام عمرين خليل العرائشي هادي مزيونة العرائشي زايدة هادي عرفناها خير هاد العرائشي مرة هاد العرائشي شوف هذا رانا راه كان على هذا انا اللي ضربته بالحاسب النسخة الأولى غتخلي الأرشيف العرائش الجمعية ديالنا بسميتنا ومقابل الاسم ديالو شوف صنفي نعطيكم هذه النسخة الدواء وتصلوا فيها ملي يجي لي الكتاب ديالي مطبوع ماشي عندي 30 ديال النسخ خمس قود عندي لكم النسخه تردوا لي ديالي واخا خليها كنرفسوها تطبعوا الحاجه خلي تجيبوا النسخه تطبعوا مخطوط يبقى عندك حسين يبقى عندك مخطوط هكا حسين دابا هذا الاصلي لا دابا باقي ما خرجتيش دابا انت لا هذا مشى في القرص وتخالف الطباعه وجاني للتفصيل ديالو وانا بالنسبه لي هذا اتمل من هذاك اللي مطبع وديه هذا حلو هذا جديد مخطوط عباره المخطوط لا ما ردوش لا ما كذبش عليك انا ما ردوش لا عطاه غير ما ردوش لا 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 تطبعهم لا تطبعهم راه واضح تطبعهم هذا الشيء خصها تصور هذا الشيء خلي تصور هذه هبه من العلامة ديالنا دابا هو الاستاذ عبد السلام عمران الخالدي العرائشي يقدر يكون له جمعية ارشيف عرائشي التراث الثقافي والبحث التاريخي دابا عنده الدور ديالو حصريا قبل الطباعة ديالو اكرمنا به تولاه الله بعلمه واكرمه بفضله الحاج خالدي بارك الله عليه بارك الله خليوه عندكم بارك الله فيك دابا هذا ولا خور قلتي ديال العين ما عندكش نسخة هي كان عندي نسخة وعطيتها لأنوار أنوار قال لي باردين ديالك نجلدو لك وهذه اختار من 20 يوم بلي أنا نذكره لك لي ما عندكش نمشي تشوفو ماشي عندي أنا صف شي سفرو لا قلت له انا ساقب لي هذاك نيلو هو واسع كتاب واسع هذا مساقب انتم عند نور الدين ساقبت له بهذه الطريقه هذا راه مخير هذا مغلف ولكن انا انور قال لي خليني انا نساقب لك انور مشغول بزاف مع الاخر قدام له لي وحاجه عندك شي كتيبات اخرين زايدين عندك تعطيهم لنا من التاليفات ديالك بلا سي دابا خلينا نكملوا مع خاطرك من لا كانوا زايدين لا نتاعكم واخا انا عندي المكتبه ديال الارشيف كنجمعوا فيها الكتب ديال ايوا انت تقول تما توسخوها انا ما تقراو ما كيبقاوش انا ما نحملش هذه وسخ الكتب كيفاش نوسخوهم ملي كتورقهم كي لا والو تقراو مادبين داكشي اللي كندرس انا كنقرا مادبين وباقي كنقرا بادو واحد يدو باقي بالماكله يدو لا ماشي هذاك الوسخ ماشي هذاك الوسخ لا هذاك الوسخ حنا بالنسبه لنا الوسخ شنو هو وعامي كتقرا الورقه وكتسطوا ملي كتسطوا كيتسمى كيتسمى الكتاب راه توسخ انما كيكون ليه غير قابل للهديه الاهداء نعم صافي استاذي باقي واحد ثلاثه اسئله ديال الدكتور يونس التاليف والسلام والتاليف كاين شي تاليف اخرى من غير هذا سعيد لي شي مشروع اخر كما قلت كاين شي مشروع عطانا جوج ديال العناوين دابا انا عندي تفسير ديال الاشاره اظهر بوسان اسمع تفسير الاشاره دابا انا كنساقب لي بالتفسير ديال الاشاره استعداد اعداد تفسير الاشاره تفسير الاشاره انا جردت من البحر المالي تفسير ودابا بنتي نوريكم دابا جمعوا ما انتم انا عندي واحد الزياره للمكتبه حاجه عندي واحد الزياره للمكتبه من بعد شوفوا لك المكتبه تنساليو
خصنا دابا دابا نخليو نصوروا صوره بلاصتهم يعني خصنا نصليو يوصلوا زعما هذا ماشي الصلاه اللي كنقول دابا ولا عليكم ولا عليكم مرحبا ولا صف لا شي وقلت انت توجع اسئله سي شوف استاذي شوف كنبلغ لك بعدا تحيه حاره من الدكتور يونس السبع من رابطه المحمديه للعلماء بطنجه كيبلغ لك هو انجري عاوتاني هو انجري كيبلغ لك سلام حار وكان باغي يكون حاضر معنا في هذه الجلسه هذه لولا ان عنده انشغالات يعني منعته ولكن المهم سلموا عليه من المهم السيد راه غادي يجي عندك اصلا لحقاش هو باغي يخصص شي نهار يجي يجلس معك واحد من طلبه العلم يعني اللي قلبك يحبهم ديك الناس ديال 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 طلبه العلم بالمعنى الحرفي للكلمه يعني عنده واحد ثلاثه ديال الاسئله ما كرهش نقش شي سؤال دابا نكملوا مصالي دابا السؤال الاول كيقول تراث الحاج عبد القادر بن عجيبه بن محمد بن عبد القادر بن عجيبة بن حمد يعني لا ما هوش حمد لا الحاج الحاج عبد القادر بن حمد هي سيد مولانا تعالف لا سيد عبد القادر بن عجيبة قال لك هل من مؤلف عليه أو ترجمة أو كناش أو أي نية أو أي نية لجمع رسائله أو مراسلاته الشخصية باعتبار أنه كان له دائرة واسعة من الأتباع خاصة في المناطق الجبلية. نعم بسم الله. سيد الحاج عبد القادر بن عجيبة هو ولد سيد أحمد بن عجيبة صاحب التآلف. صاحب التآلف الأربعين اللي سمعتوها هو كان عالم دار بعد المذاهب. كان أعلى في العلم في المغرب. سيد الحاج عبد القادر بن عجيبة. وثم تصوف يعني اتبع الخطة الدابة سيد أحمد بن عجيبة لما انتقل إلى رفيق الأعلى لم يترك ولاية لولده أو لأولاده وإنما انتقل السر ديالو عن سيدي الحاج عبد المؤمن الغماري أو التشقاني الحاج عبد المؤمن التشقاني الجد هذا الباشا اللي كان هنا في العراق الجد بابه جده هذاك تنقل له السر ديالو نعان سيد احمد بن عجيبه ملي توفى يعني كان عند كان الجمع ديال الاولياء وخلق لكم هذا تخافوش احنا انا من هذه النواحي كان ذاك شغلي ما يدخل فيها الأولياء كان باقي ما دخلوا النصارى للمغرب كانوا الأولياء في جلسة سبتة قروا فيها بأنه يدخلوا النصارى يحرصون ويصلحوا البلاد ولما كانوا الإجماع ديالهم الإجماع ديال الأولياء ما كيتكلم إلا الغبط السلطان ديال الأولياء والباقي يسمع سيد حمد بن عجيبة كان عنده مدد وعنده نور كيفوق النور ديال الشيخ ديالو ولكن في طريق التربية النبوية قدام الشيخ ديالو ما يحكمش ما عندوش الحق قروا هكاك وفتحوا خرجوا في حاله سيد حمد بن عجيبة خرج من باب سبتة إلى المنار تعرف البلد عمل هكا شد الطريق على سبتة إلى يومنا هذا ما دخلش شي واحد ما بين سبته والمنار من المغرب شد الطريق ما تلق لي لا ماشي ما دخلش بقى بسنود الدم هما ماشي ليك وهم معاه شويه واحد الوالي كان اعمى من البصر ديالو في مراكش عيط للبوزيدين الشيخ ديالو قالوا البوزيد على استفقنا قالوا اتفقنا صاروا يدخلوا يصلحوا البلاد قالوا الفقه ديالك راه شاد الطريق قالوا ضربوا ما
هذا كان مخالف القانون ديالك. قالوا لا ضربوا انت اللي هو الشيخ ديالو، اما انا اللي ضربته ماشي غلبني ماشي قتلني. البوزيدي قالوا اجي، ملي قالوا اجي هيدا صار له ضرب من هنا البطن ديالو، ما يردش على الشيخ ديالو. ما جا فيه وصلنا للزميج، حتى جات له سي جسد البهيمه اللي مسنقلو من الزميج لمن سعيد، مشينا لدار الشيخ ديالو. وصلنا لدار الشيخ ديالو تما توفى في ومك على الصدر ديالو، بقى تما 8 في المحمل من الزلمة ما متفوجي. صردو لقاه مولاي الهاشمي كان في كان في وطابعي جهات شاوينه ولا فيها جهة شباش يدي خاه يجي نزوله. هذاك النهار جا هو عاود وصلوا العمر ديالو ماتوا بزوج تما، ولا الهاشمي راه مدفون تما في الهجرة، سيد أحمد دفنوه في الهجرة، دفنوه تما في الهجرة ماشي في الهجرة في بن سعيد، بقى تما نقول لك 6 شهور 6 شهور ونص. مشاو الفقراء ديالو د لونجرا يجيبوه، مشاو زارو وشوف زياره وخدموا المحفه الدواء معاهم، خبعوها في الغابه حتى نصف الليل حفروا عليه وهزوه. باقي فحال الا هو عانى عيسى الكفن ديالو كلشي ديالو عانى عيسى، بقاو في المحفه فاقوا بهم ابن سعيد. جا هما تبعوهم، تبع اللي تبعوهم اللي يقربوا من الحس ديالهم من عندهم، احنا عليه واحد. قالوا سيد احمد انت معنا ولا معاهم؟ قالوا خرجوا على الطريق، خرجوا على الطريق مشوا في الغابة. ملي وصلنا الحدود ديال الحوز ديال الجرا وداليان ولا شي يقولوا له، قالوا احنا شمتنا من سعيد وحنا جبنا سيد احمد العنا. قال لهم وهدوا الى الطيب من القول، هدوا الى سورة الحمد. هو ميت ولكن نموتوا حنايا وما هو راه يدار تما ما عرفش. دفنوا في الزميج وغرقوا له القبر باش ما يدير يجي حد يدير. جوز واحد 6 شهور ولا شي حاجه، وقف على واحد الفقر قال له دير رانا بردت في الماء اللي في دفنتوني اشو طلعوني. ملي مشاو باش يطلعوه للقبر فين هو دابا، جبروا هذاك التحكي تاع القبر كلو عفن ها الفوق اللي باقي، عاودوه بالكفن وهو فين هو مدفون دابا في راسه في الزميج في القبر. قالوا سيد حد عندو 3 دهم وطع فيه تنقل فيهم في الكورة بحال حل جزولي عاود شد بين القبر والقبر راه دا واحد هو خارج على القبر من دفن في مراكش حتى كان عنده 70 سنة ميت جزولي. دابا كاين شي حاجة عليها أستاذ؟ لا ما هو سمعته هو لم يترك إلا واحد الكتاب فيه الأدب، كتب الأدب أدب التصوف، أدب الطريق للتصوف، واستعمل الأدب مع باباه. باباه سبقون التأليف، باباه ألف 40 التأليف وكل ما هذوك اللي اشتغلتي عليهم انت. هو استعمل الأدب مع باباه، ما أدبش ما زادش هو عمل يعني واحد. أنا ما عندي شي كتاب ديالو، ولكن عنده بحال الرسائل، عنده الرسائل وعنده كيفية الطريق تربية الوالدين في باش يتربوا، هو اللي طبع هذه الأوراد. وفين يمكن تجبر الكتاب؟ شكون؟ هذا ماشي كتاب، ولقد صغور ما كناش راه تلفوهم هذا ما عرفش المصدر ديالهم فين. شي مصدر عندهم هذا؟ شي بلاصة يعني لا احنا ملي كنا كنجمعوا الكتب ديالهم راه حتى دبزنا معاه هو في القبر ديالو، ما قصرنا له شي باش دهرنا الكتب. شكون يعطيك الكتب؟ الكتب حنا نعرفوهم منه. أنا ملي كنا كنكتب البحر المديد بقاتلي النسخة الجزء الثالث ما جبرتوش حتى واحد ما بغا يعطيها لي، عند الروسيين هنا ما بغاو يعطيوها،
عندهم تما فوق الطاول هنا عند ولاد الخلنجي عندهم ما بغيت يطيوه واحد لنجري ف تقول الولد الفقيه يهودي اصلا كان يهودي يهودي بسم الله رسوش في الشامي كان ساكن في جهاد الملوسة أخلى ولاده تما ما بغيش يطيوه هنا بعد النهار أنا فوتو كان نكتب في جهة أخرى وحنا نهار مشيت عند سيدي عبد القادر قلت له سيدي قلت له قلت له مش خلوا البحر المديد مبتور قال لي لا قلت له شنو نعمل قال لي وما كيبغيش يطيوه قلت له وقال لي وما مبتور قال لي لا قلت له شنو نعمل صبت ما جاوبنيش قلت له بالله وما كانش عندي هذا الكتاب قبل الذكرى ديال الدزمش قلت له بالله إذا تخاصمت معاه في القبر ديالو ما جاوبنيش سكت ما درت أنا زدت حالي هذيك الليلة هذيك الليلة أنا نشوف راسي في الرؤيا أنا مشيت نزور الشيخ ديالي في نغدر الدفلة جبرتو في الباب كالسين جماعي نغوية وسيد حميد بن عجيب كالسين جماعي سلمت على الشيخ أنا باقي مجلسي قال لي وعلى سيد عمسلم سلم على سيد حميد قلت كان عرفوا لي أنا في الرؤية تشوفوا بسات المرأة قلت له بالله تحت نسلم عليك قلت له أنت الشيخ ديالي عاد نسلم عليك سلمت عليه جلس الشيخ هافين وأنا هافين هو هافين وكان عندي في شي جلال في هذيك قلت له شنو السبب قلت له ديالي قلت له صبر الجزء الثالث البحر المديد ما كتبش الطرق وشنو السبب قال لي انت لا ترسل الكتب ديالي قلت له انا ماشي كنترسل الكتب ديالك قلت له انا كننشر العلم ديالك واللي ما كان عندكش الغرض الناس يعرفوا العلم ديالك اش بغيتي نالفو سيدي مالي هضرت قلت له اش بغيتي انا سيدي ملي ما عندك الغرض يعرفوه الناس ولا ينتشر اش بغيتي نالفو تخليت قلت له كياكلوا الدود رحمت الفقة جبرت راسي أنا في المحل هذاك النهار الصباح هذاك بعد الرؤية بداك النهار النهار الثاني كان عندي ذاك الكتاب يا سبحان الله يا سبحان الله النهار الثالث وأنا ما نكذبش عليك أنا بطبيعتي من اللي باقي كنت صغير ولد خمس سنين ما كان ما عرفش نمزح إذا قلت لك الحاجة نقول لك اللي هي صحيحة ما عمري قلت على هذاك الباب المزح الإدارة اللي نخدم معاه من بالله ويكون اللي بغا يهدر معايا مقدر نايب ديال التعليم كنت كنقول له خصني كذا كذا كتوصل له كنمضي المكتب ديال الصحة اللي كتعلق بيا إلا قول لهم دابا جيبوا الحاجة الفنية ودوها للأستاذ إلا قلت له كلمة ما شنو قلت لكم البحر المديد اللي جاء هذاك النهار الثاني كانت الذكرى سيدي محمد الحبيب في المكناس كنت تسمعوا به محمد الحبيب شكون اللي كيمشي يحضر ديك الذكرى كيمشي الحج قرق العادل كان في طنجة كيمشي مع سيدي محمد البقالي المدح ديالنا حيت عندما اتصال مع هذاك كان توفى في الطريق للجزائر كل ديالي كل فهمتي هو توفى تما ودفنوه تما عاد جابوه عاود الجزائر صاردو هنا للمغرب عندو الخزانة ديالو ديال الكتب عندو الخزانة ديال الكتب ديالو في الدار ديالو في مكناس هاد نكمل لي نمشاو هذاك البقالي والحاج فاروق كيف سلموا على مولاي هاشم اللي خلاها وصي على الفقراء وعلى الكتب قالوا مولاي هاشم قالوا نعم قالوا عندكم شي تفسير للبحر المديد سيد حميد بن عجيبة قالوا عندنا قالوا ما تهدر معايا حتى ندوز ومشي تجيب لي جوج التالي هذا نزول
من سجل من ذلك الجزء الثالث وقف في 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 الصف جيب لك هنا جيب لك واخا عينك من خليك من هذا باش دابنا الا كانت من في تما كمل هاد القضيه ديال محمد في الوقت شبر هذاك الكتاب وقف الصف ديالو اللي لقوا زوها وقد في الصباح جو سيارة الحاج برق لديهم بالسيارة ديالو وصلوا هنا العرايش ودخل لي الكتاب من الدار عرفتي شنو هو الحاج قرق واش حمد قرق؟ انا هذاك من الطائفة ديالي حمد قرق اللي كان في كيعمر لك المفتي لا هو العائلة ديالو هذا؟ العائلة ديالو هذا كاين واحد الموثق هو في هو طيب في تطوان في تطوان واحد الموثق هنا شنو اسمه؟ كيجي من طنجة تا هو قرق هو المهم هو هذاك مات بعد رحمة الله هذا قرق شنو سميتو قرق هذا شنو سميتو؟ هذاك الحاج محمد قرق الحاج محمد قرق وعنده ولدو سميتو أحمد قرق بما ولدو هذاك؟ لكن كيعمر لك المفتي عنده ولادو ولكن أنا ما عرفتش شنو سقاري أنا كنت كنمشي عنده بزاف من الدار نعم. ولكن هو توفى هذه واحدة تلت سنين ولا خمس سنين توفى حيت قرق فهي كان عندي علاقة معه بزاف وكان غي نهار كنت كننسق التوبة ديالي اللي كننسق ديال سيد أحمد بن عجيبة وديالي كان يعطيني الفلوس نصوره وندير له أنا عندي العشرين طنجة كيخيط منه وكندير له هو يعني كان موسع في المسألة المال عليه كملنا القصة ديال الكتاب ديال البحر الميت ملي بغيتي زعما تصوفو صافي جابو نعم جبتو جابو لي من أرض الدبس مع الرؤيا كنت كنقدم بعدو كان عندي هذاك شكون جابو أنا قلت لك الحاج قروق والسي محمد البقالي الذكر ديالنا مشاو للمكناس عند مذكرات سيدي محمد الحبيب نعم ملي وصلوا تما سولوا مولاي هاشم اللي مكلف بالمكتبة قالوا له واش عندكم تفسير سيد أحمد بن عجيبة قالوا له عندنا قال لهم نوض دابا جيب لي الجزء الثالث عاد نوضوا مشي جاب ديك الجزء الثالث من المكتبة وعطاه له وقعت في الصف ديالو وغدا ملي كانوا راجعين جبرت لك وجا عندك لا قال هو مطرجري المكنسة يقولوا له العريش خلاه لي في الدار الكتاب خلاه لي في الدار عاد مشى بحال من طنجة بين الخصم ديالي في الرؤيا انهار كان عندي الكتاب هذاك الذكرى اللي كنت ما نمشي ندبز معاه فيها كنت كملته بنساخي وديته لهم يردوه لمولاه المكتب اي والله ينفعنا ببركتك ديال ما هذا عالم اخر هذا عالم ديالنا بحده السؤال الثاني ديالو عنده علاقه بالسؤال الاول عبد القادر بوقاش نعم عبد القادر بوقاش كان من أخص تلاميذ عبد القادر بن عجيبة بوقاش ولا شك أن دابا كان كسب القاعدة بوقاش ولا بوقاش؟ آه بوقاش تلاميذ ديال أحمد بن عجيبة قال ولا شك أنكم تعرفونه لا لا سيدا لا لا فتفسيره هو بوقاش ولا بوقاش؟ بس يعني كمل السؤال ديالو ما عرفناش قال سيدي عبد القادر بوقاش كان من أخص تلاميذ عبد القادر بن عجيبة ولا شك أنكم تعرفونه فتفسيره وصل اليوم إلى الجزء السابع فهل لديكم رسائل تتعلق بهذه الشخصية أو أي روابط تتعلق بهاتين الشخصيتين وش هذا الفقر سيد أحمد بن عجيبة ولا سيد عبد القادر عبد القادر هذا سيدي عبد القادر هو سيد عبد القادر الشيخ ديالي ولا جده لا شوف عبد القادر بوقاش كان من أخص تلاميذ عبد القادر بن عجيبة هذا واحد من تلاميذ ديال عبد القادر بن عجيبة بوقاش الاسم هذا ما عمرو اولا بوقاش وعنده وعنده تفسير وصل فيه دابا حاليا الجزء السابع هذا عبد القادر بوقاش عنده تفسير عنده واحد التفسير راه عاد خدا اقتناه الجزء السابع عندك الصورة ديالو نتصل به يكون افضل بقاش يعني ما واش بقاش ولا بوقاش هو بقاش سي بقاش 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 كاينه بقاش في طنجة كاينه بقاش كاين كاينه هذا سميتو
يمكن السلام عليكم ورحمة الله. سيدي محمد مرحبا. أول شيء بغيت نسول سيدي عبد السلام الشيخ ديالنا الجليل على التراث ديال الحاج عبد القادر بن عجيبة ولدو ديال أحمد بن عجيبة، واش عنده شي مؤلف عليه أو شي ترجمة وافية أو شي كلناش أو ينوي يعني جمع بعض الرسائل ديالو المراسلات الشخصية، باعتبار أنه كان عنده واحد مجموعة من الفقراء وعنده واحد دائرة واسعة من الأتباع لاسيما في المناطق الجبلية. هذا السؤال. السؤال الثاني يرتبط بالأول، وهو أن العلامة عبد الوهاب لوقاش المفسر المعروف لوقاش وكان من أخص التلاميذ تاع القادر بن عجيبة، ولا شك أن سيدي عبد السلام كيعرفو لوقاش بعض التفسير ديالو وصلوا في الجزء السابع البارحة خديتو. هذا لوقاش من تطاول متطاولين هذو لوقاش اندلسي وهذا مشو كان مع سيدي عبد القادر مع جدو انا مع جدو مع هذا مع الحاج عبد القادر بن الحاج عبد القادر نفس الشخصيه اللي عندنا لوقاش عنده حومه في الغرسة الكبيرة عنده المحل يتقطر ديال الورد والزيت او عنده التعليقين. هذا يقول لك كان عنده تأليف قهوة في هذه التاريخ. هذا السيد هذا أنا ما عنديش العلم به، ولكن لوقاش في تطاول، وهذا عاش مع سيد الحاج عبد القادر، هو اللي عاش في تطاول. جدي ما الشيخ سيد عبد القادر بن جبل الشيخ ديالي عاش في الزميج وعاش في غدر الدفلة. هذا لوقاش كان في زمن جده. هو كيسولك واش عندك شي رسائل ديالو؟ هذا واش كتحيلو؟ فاه تحيلو عليهم. حنا قرينا في لا لا اسمح لي حنا قرينا في تطاول وكنا تما في عام وكنا كنمشيو لهذا تاج السوق اللي هذا اللي اسر كبيره مسمي له قصر اسر كبيره وفي كل الدلاله هذا البالير انا كنا كنمشيو تما وصلوا في ديك الجامعه هذيك وكنا نجلسوا بزاف تما. تما دار كبيرة دار لوقاش. دار كبيرة دار لوقاش. شي عامل هو عمل. هي كان مشهور ولكن زعما واش عندنا الصاحب عنده شي كتاب ولا شي حاجة ما عندناش. وما كان عندنا اتصال به. يعني حضرت أنا في الندوات في تطاول على سيد أحمد بن عجيبة. مشينا لدار الطريس تلاقينا العائلة الطريس. عبد الخالق الطريس. مشينا لدار هذاك شي يقولوا له الزعيم زياد العبود لا الزعيم الشورى الاستقلال الحزب الاصلاح الوطني الاصلاح الوطني لا لا المكي الناصري ايش المكي الناصري ايوا عبد الخالق الطريس شي باش بنو لا الشورى الاستقلال عبد الخالق الطريس هو عبد الخالق الطريس هو الحزب الوطني اصلاح الاصلاح ايوا ومكي الناصري كان مع تماك عنده حزب عبد الحزب الوحده حزب الوحده صافي اللي قال ايوا هو عبد الخالق الطرز هذيك مشينا وعندي حتى الصوره ديالي مصورين في مع العلماء في تما في التكبير. ولكن هذا الطريس اذا من احنا ما سمعناش كان شي عالم ولا شي حاجه ولا عنده شي كتبه ولا شي حاجه تفسر لي كانت اللي كانت موجودة كانت سيد أحمد بن عجيبة تقريبا ما عرفنا نمشي نوريكم هذا البحر المديد واخا بلاتي تسالي الأسئلة اللي أنا عندي أنا شي نقطة أنا عاوتاني باقي السؤال الأخير ديال الدكتور صادق ديالنا كيقول هل أفدتمونا فيما يتعلق بالقراءات خاصة عند الحرارقة وفقهاء البادية خاصة الأمور التي تتعلق لا خاصه الامور التي لم يسبق الشغل عليها قال لك واش عندك شي حاجه على الحرارقه وفقهاء الباديه في القراءات الحرارقه والقراءات الباديه القراءات الباديه احنا نعرفوها احنا قرينا واش بالطريقه ديالنا ديال واش النافع يعني واش على النافع هذه انا القراءات احنا الباديه لان كنا ما قريناش الناس اللي كان عندهم القراءة السبع المكي وكان عندهم حمزة والكسائي
يعني احنا ما قريناش، احنا صححنا القران وقرينا القواعد ديالو التصنيف ديالو، هذاك الكتاب هذاك راه في الاصول ديال القران، وراه ما يقدوش يعرفوه العلماء، وراه ملي جيت باش نجمعو راه حتى دعمت له عناوين وحتى شرحت له اللي ما عمرهم سمعوه، هذا اللي كيقولوا طلبات اللي كيقراو لي في القران ما يعرفوش يتعرفه. ولكن المنظومة كبيرة، كاين منظومة فيها 500 بيت تم، وكنا مع واعر وعالي عليه، ورانا عملت مثل المقدمات الماكلة كاملة خرب نسرق ديوح بعد الخير خلي تعطرنا وقلا خضرات خاني انا اشتغل الجماعة ما بقى ليش الوقت هذا سالوا مسالوا لا خطرنا نصلي ولا ان شاء الله دابا قلت لك سيدي هذا لوقاش لا كنا كنهضروا على القراءة ديال القراءة البادية القراءة حنا عندنا قراءة دوارس اللي متداولة في المنطقة ديالنا، أما الحراق أو القراءة الحراقية ما عندهم شيء، حنا القراءة ما عندناش فيها العناوين ديال المخلوقات إلا لدى القراء، حنا عندنا القراءة دوارس. ورش يعني رجل مصري أسود أقرأ في المدينة المنورة النافع النافع والتلميذ ديال مالك نافع جان احنا قبلنا القراءة ديالو، والقراءات اللي كاينة من مصر نهن كل مع حفص كل محفص، والقراءات المتواترة يعني في عهد الصحابة كانت 40 قراءة بل 45 باعتبار المناطق الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والحجاز، وهذه القراءات يعني ماتت واحد مجموعة منها بموت أصحابها، وبقاو سيد أحمد بن عجيبة يعني أنا عملت له في كتابة القراءات، قراءتي بغيت نوريكم أنا طبعت قراءات سيد أحمد بن عجيبة، وراه حرفة المشرق والمغرب يجبروه، وعنده في التفسير ديال البحر المدد شرح ديال الفاتحة الكبير عنده بأنه عنده كتاب في القراءات المتواترة الدرر الناطرة فين شخصية شو من عنوان؟ ما نقول لك الدرر الناطرة في توجيه القراءات المتواترة، هذا العنوان ديالو، وفي المشرق كيبحثوا عليه والمغرب كيبحثوا عليه، هو موجود عنده واحد يعني داك الشيء كان من عند الرسول مباشرة عندي تكون داك الشيء كامل ما من دار البيضاء مشى واحد من تما واحد سيد ومشى نفس وجبر واحد النسخة مصورة ما كتقراش، وخبرني قال لي كاين واحد صورة ما كتقراش دار قراءات وصار دالي صر لي هذيك القراءات قد هك هذيك الصورة ديالها في المشاريع هنا شي كبرى أرنا هما ملي كانوا كيكتبوا كيستعملوا النباتات الزواقات الهندية والبقنينة وداك الشيء الزخارف النباتية ملي كيجيو باش يكتبوا القاعدة أو باش يكتبوا واحد الصيلة كيلونوها بالألوان وراه تما مشيت في الألوان كيلونوها بالألوان، هذاك ملي اللي يفوت عليها الودة كيتشع ديك المادة اللي تشع في الورق كيساح في الورق ملي اللي يتصور بتصوير شمسي ما كتقراش، جبتو أنا ديك الكتاب وفيه 248 صفحة بالحجم الكبير قد هالورقة هذه الطباعة جبته شبرته عندي وبقيت كنقرأ،
باش المصطلحات باش تقدر تعرف المصطلحات ديال الخط ديالك كنقرا الآية ديال القرآن تما ولا 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 نصور الحروف كيف كيكتبوها هذاك وملي نجي هذاك ديك ديك الزواقات كنجبر الكلام نمشي يعني عملت النظارات ولا نعمل المجهر ولي يبان لي عاد هي زرقاء ولا حمراء كنرجع عندك الآية ونشوف اش من نقص بين هذيك وهذه اللي مازال قدامها وكنقود من المزوج وكنستخرج نستخرج القواعد من عنده ما يقدرش اي واحد يقول في الارض عمله ما يقدرش وملي كنخرج ديك القواعد كنكتبها وملي كنكتبها كيوقف عليها في الليل كنقول له في المطعم الفني شنو عملت انا شعملت اش من فوق يا سبحان الله واللي هو هذا ولما كملته بهكاك شكلته الشكل اللي شكلته حدثه يتضرب بالحزم صححته ثلاثة المرات عملته في السي دي وصارت اللبناني يتفاح شو مكتب هذا؟ نعم شو مكتب؟ دورة النتيرة في تجارة دورة النتيرة هذا دابا مثلا عندنا الحرم المكي الحرم المكي مكة بالحدود ديالها كاملة ملي كان فيها سيدنا إبراهيم الخليل تشرفت ديك البقعة ورجع الحرم نجعلنا حرما آمنا تجبى إليه ثمراته كل شيء رزقا من لدنا تسمعوا في مسائل هذه في المسائل الربانية الحرمة ولا الحرم يعني هو مكان مقدس معظم بشخص معظم موجود فيه فسيدنا إبراهيم هو اللي عمل الحرم ديال مكة وسيدنا محمد عمل الحرم ديال المدينة يعني هذا الحرم المكي والحرم المدني إذا كنتوا ماشيين في الطريق واسمعوا مزيان إذا كنتوا ماشيين في الطريق جبرتوا شي حجر من دوار من جيار ولا شي شجرة من دورة وسولت عليها وقالوا لكم هذا الرويدة مولي عبسة مولي الشديدة هذا وصكم تعرفوا على أن هذاك الوالي سبق له واحد الوقت كان ماشي في الطريق وحصل له التعب والاستمرار هاد يمكن الناس ملي شافوه جلس تما جاو وحوشوا ديك حوشوها وخلوها محترمه ما يبولوا فيها ما يغيطوا فيها ما يكونش حاجه مليحه قسمه حرم هذا ملي عبد القادر سيدي ملي عبد القادر مولاي العربي الدرقاوي يعني في النزروان بلاد النزروان كبيرة يعني في الرسائل ديالو واحد الرسالة يقول لهم يا بني زروان لو أطلعتكم على كل مكان جلسوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقيت لكم تحويلا إذا قلتكم هناك نسمع يا الرسول وهناك نسمع يا الرسول وهناك نسمع يا الرسول ما بقيتكم في يتحركوا ما بقيتكم تحويل الأرواح الأرواح لما قد تتنقى من الوسق ديالها قد تصبح يعني قد تسبق الملك في الطريق وكتشوف لي ما كنجبوه مش حنا الأكابر دي العارفين بالله
يعني كيشدوا عين من هنا وكيفتحوا في مكة، فهمتي؟ خطوة واحدة وما يشم هذا هو الكبار. يعني سيد حمز بن عجيبة قال ليس الرجل عندنا الذي تزوله الأرض فيخطوها في خطوة واحدة، قال الرجل عندنا الذي تطواله عوالم نفسه، العوالم ديال النفس يطويها، هذا هو راجل عند الأولياء. أما المشي وزاد الرجل هذا في الصحراء وينزلوا في مكة ما قدر ما تشد عينه، قال هذا باقي مش راجل وخلوني نتطوشي في هذا المقام ديال موز. قلنا دابا الحرم العالمي هذا اللي كتعرف عليه. نعم الحرم العالمي هذا اللي كتعرف عليه. ذكرتي واحد النقطة قلتيها مهمة، قلتي بأن الحرم ديال بني عروس تكلمتي عليه، ما هو احنا اللي كنهضروا هو الحرم العالمي. العالم هو جبل فين مولاي عبد السلام يقولوا له جبل العالم، فهمتي؟ وهذيك الشرفة ولاد سيدي محمد ولاد سيدي عبد سيدي قلتينا درس الأزهار، هذا هو الكنزة البربرية الزوجة مولاي درس الأنفار زرغون، ملين توفى مولاي درس الأول لا تاني الخراج لا تاني تاني وزعت المغرب ابنة وزعت المغرب الله يرضى عليك على أولاد على أولاد مولاي درس أولادي والحفادة ديال هذا وزعاتهم على هذيك المغرب. سيدي محمد أقصه هو الإمام لأن الأدارسة كانوا شيعة شيعة كانوا شيعة نعم كاين دليل لأنهم شيعة انتم تقصكم الهروة واش انتم تطلبوا الدليل انتم قرأوا سمعوا الشيعة شنو جاتكم قبيحة ولا؟ ما كان شيء ما كان شيء كان تفعل الشيعة الشيعة هم الحفادات أولاد النبي هم الشرفة أولاد البيت فهمتي؟ فيما يتعلق بالمذاهب الشيعة يمكن 14 مذهب 14 مذهب ماشي كل المذاهب الشيعة قبيحة. الشيعة بقى أهل البيت باقينهم يسمى شيعة ما شيعوا الحكم بعد الموت سيدنا علي ودولته. مولاي إدريس دخل بالشيعة ولما بيعوه البرابرة أصبح هو الرئيس عليهم ما سماش رسول ملك إيمان إيمان لأنه مشيعة ما عندهم شيء. دابا اليوم عندهم موصلين في الإمامية الإمام الاثنى عشر الإمام الثاني عشر كانوا يحسبوا من عالي وما يحسبوا الأئمة. باللي دخل سيدي مولاي إدريس من المغرب من زرغون قطع العلاقة ديالو مع المشرق. الرسول خلى الدولة الإسلامية دولة واحدة، هو أول من انفصل عن الشرق. من اللي انفصل عن الشرق جاء هارون الرشيد سرد سليمان بن جرير السماخ يقتلوا لأنه يعني مش يقتلوا بالسلاح وبالحرب ما يقدرش يعني المغرب ولا البربر. أش عمل؟ طاح قارورة السم وخبأ عنده وجاي يبكي خلوه نزرع عليا هارون الرشيد وما شفتني ولما نجيت هربان عندك وليد استخلو قال لا انا اغتنم الفرصة حتى المولى رشيد مشي لشي مهمة وقال له انا جبت واحد ريحة واحد العطر من مسرق نيلك ونسيت دابا عاد تفكرته. وليد ريس كان بحدو افتح ديك هذيك شم فيها بقى ديك العطر كيدخلو لنا في المخ ديالو تما غاب
طاح. كان شي واحد قريب منه وكان يعاي خرجوا هنا الريح يسافوا يستنى في يصبوا لك الريحه. جا المولى رشيد في الليل جبرو توفى. ملي جبرو توفى بداو يقلبوا تما جبرو الحاجه ديك القرعه قويه. جا سبل تما ديك تما قلب شكون تما قالوا له كان معاه فلان. دوروا 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 فلان جبرو ما هو والفارس ديالو مش باقي. وكان من ديك العقارب اللي يدخلوا عليه. تبعوا المولى رشيد. دفعوا بالسيف ديالو تبعوا. جبروا داخل في الحدود ديال الجزائر. هو قرب من تما هو راه فين وصل. الجري اللي جرى شبر قطع له يده. شبر يده بالاخر ومشى. الجزائر تما عاد صابوا له يده. هو جا قتل مولاي درس ومشى حاله. خلى مولاي درس خلى مراتو حبلة في الجزائر البربرية حبلة. البربر بيعوا مولاي درس إمام ديالنا باقي في البطن ديما. ملي خلق عاودوا له البيعة. ملي كان عنده 11 سنة خطب عليهم خطبة. قال لهم أيها الناس نقدوا لنا هذا الأمر الذي يعظم فيه للمحسن الأجر وللمسيء الوزر. ونحن والحمد لله على قصد جميل فلا تمدوا الأغناق إلى غيرنا فإنما تطلبونه من إقامة الحق ولا العدل إنما تجدوه عندنا. ثم قدموا له البيعة. كان قرا ولد 11 سنة كان قاري السياسة والدين والفروسية وكل شيء في مجموعة ولاية الأزهر. في ذلك الوقت ملي درس الأزهر يعني 11 سنة ملي تولى الحكم وما ما عادش بزاف ولا 43 ولا 40 41 72 113 ماشي كده 30 مات في عمره مكتوب 30 ولا 30 باش ماشي يموت سردوا له عنقود العنب باسمه عطاوه ياكل ديك العنقود العنب بيت مات ملي مات مولاي درس الأزهر خلى 12 ولاد وذكور الكبير فيهم كان سيدي محمد. سيدي محمد هو في الوقت ديالو هذاك المكناسي موسى بن العافية كان واحد المجرم وتبع العباسيين ماشي العباس العبيديين ماشي العبيديين عبيديين شيعة نعم لا ولكن هو عباسيين كلشي هو يا الدولة العباسية انفصلت إلى عدة دولات البوهية يعني كثير هما الدول العبيديين ولا ما هو شيء هذاك تما في ذاك الوقت هذا موسى بن العافية كان كيقتل الشرطة راه قتل حتى كان الدماء كتسيل فاس الشرطة هربوا من فاس وبدلوا السمية بدلوا النسب مشاو لدار جبل العالي شي مشى للصحراء شي مشى لهنا يعني 70 الوفود اللي خرجت من فاس 70 راحلة وكان الاولي فيها هو سيدي مزوار الاول هو الاول نعم مزوار سيدي مزوار هو بنود سيدي محمد الامام ولد مولاي الازهر هذا مزوار بلغه البربر هو ورئيس القوم رئيس القوم فين جاء مزوار جا نسومات حجرة النسر واستعمل دار راطي حاليا بالضبط دار راطي اي دابا جن تما محسوب على القرفطه محسوب لا لا سومات لا 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 جماعه الزعوره محسوب على الزعوره جماعه الزعوره جن تما اقل القصر ديالو ولكن ماشي جي السلطان جاء امام إمام هذا رسالة توعدين ما هو سلطان كلهم أئمة مولاي درس فاق من هذه النقطة هذه ولكن عمل السنة في الكسوة الشيعة
يعني الظاهر ديالو سني والباطن ديالو شيعي. شيعي. وماتت هذيك الشيعة هنا في المغرب وفي الدولة الفاطمية تفرعت من العباسية عبيدية وصلت حتى للجزائر ودخلت للمغرب على فكرة الشيعة وطفاوها وجات فهد العلوي فهذيك فهد مولي عبد الحفيظ ومولي سليمان العلوي جات للمغرب وطفاوها فهمتي هذاك الجبل هذاك سماوه جبل العال جبل العال عبد الرحمن بن هشام مش عبد الحفيظ شكون في الوقت ديال عبد الرحمن بن هشام ومولاي مولاي سليمان المهم هذا اسمعني دقيق الدوله العالميه واخا هذا الملوك الملوك ما كيفوزوش حتى عمليه التسليم فين ما تعرف تحدد خلينا نكون شغلين يلا سير كمل على جبل العالم ها الحرم العالمي الحرم العالمي كيبدا من التراب من الاربع دعيشه الى مولاي عبسلم كله حرمه مولاي عبسلم تحت مولاي عبسلم ما كيدخلش في قبائل الاخرى مثلا بحال خماس بحال بني لايت بحال بني يدر لا دابا شوفوا كيفاش تم التحديد ديالو زعما وتم لحيت شوفوا صامت لي دابا نتوما خصكم تسمعوا وتقراوا نعم كنسول فهمتي وهذيك المفاهيم تاع عندكم هنا خوها راه فيردوها راه ندير معكم بمسائل وخا تمشيو تسولوا عليها هاد العلماء كاملين نعم الصخوره ما يعرفوا حتى حرف هادشي اللي كنقول لكم انا ماشي شي واحد يقول لي عرف وملي جيتون عندي انا ما كان عندي غرض تجيون عندي فهمتي انا كنت ما عندي غرض نخرج فجبرت نسكن تحت الارض كنت نسكن ورا خرجوني بزز مني عبت مشي انا فاس ومراكش والصحراء والزوين صداعات شكون فضحنا هذه الكتوبة انا ما عندي غرض عرفوني لا انتم ولا هو علاش ومن نهار جاون عندي نهار كان ماشي جاون عندي القناة سبحان الله بك يا شيخ لما تشوف أزهد الناس في الولي أهله هو جيرانه أنا ما معروفش في العريش أنا معروف في لا الحاجة كتقول لك اسم معروف 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 إعلام واحد ويثنى عليك اسمعني أنت اللي خدموا معاك كيتنيوا عليك اسمعني نقول لكم بعد الكلمة خلوا عليكم هذا المسائل هذه ماشي هيدا انا نسيت كيفاش كنت باش نقول لكم انا نذكرك شوف هو السياق هو هذا حرم عالمي كان في الدولة السعودية عنده واحد الحدود معينة وكان كل سلطان كينسخ الحدود على السلطان اللي قبل منه يعني كيأكد الأمور حتى جا الوقت ديال القرن العشرين مجا الاستعمار لا قبل الاستعمار بعد ما جا في مولاي عبد العزيز الوقت ديال مولاي عبد العزيز مثلا تينسخ ديك الدائرة ولكن تغيرت الحدود وجاء الوقت ديال الحماية وتغيرت الحدود ضيقوا على الحرم الحرم العالمي كان عنده واحد مساحة كما قلت انت من الاربعة عيشة ولا حتى الجبل ديال مولي عبد السلام ضير عم مولي عبد السلام ضير عم مولي احنا سيدي الشيخ شنو كان ديرو كان شتغلوا على الحدود هذه باش رسموها باش نعطيه واحد مقاربة تاريخية للجغرافية ديال الحرم العالمي وشغلنا على هذه العملية هذه الظاهرة الشريفة اللي تحسيدنا ودابا حنا كنشتغلوا على الظاهرة الموجودة حاليا على ديال العزيزية يعني الظاهرة العزيزية باش نديروا ديك المقارنة اما حدود ديال الوقت ديال الاسبان عنده ديك مضبوط بالاماكن ديالو بالنقط ديالو كيبقى حنايا شنو المشكل اللي كيتطرح لنا هو شي خطرات كان في الظاهرة كنشوفوا شي اسماء ما عندهاش نفس الاسماء ديالها الحاليه مثلا وكيصعب علينا ان نحدوها نوطنوها لا
فهمتينا سيدي الشيخ؟ عرفت انتم تملت في المال الحدود الجغرافيه. والحدود الجغرافيه على البعد الروحاني. لا ماشي البعد، البعد الروحاني، ولكن انا معكم هدم الحدود الحدود الجغرافيه ولا الحدود الدوائر ولا الحدود العمالات والاقاليم، اولت السياده وحدود السياده وحدود الدوله. عاد تكونوا في الوقت اللي تكون هذيك الدولة. نعم. فهمتي؟ ما عندناش هذيك الحدود. دابا حنا بين الجزائر ما عندنا حدود. نعم. حنا كنهضروا على الحرم، حدود الحرم، الحرم العالمي. شنو كانوا دايرين من مكان فلاني إلى المكان الفلاني إلى المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، هذاك حرم عالمي. اسمعني. الحرم يعني الناس تقبل مش هما حنا. الناس قبل كان يعني اقل مخلوق شافوه يعني مسكت كيجعلوا الدار ديالو والغرسه ديالو حرم. يعني كيوقروه ويعتبروه حرم. كان حرم عباره عن توقير. الناس كان الصلاح كان ملموس في الناس. نعم. هذا مسائل ديال العرف ومسائل هذه كانت مضبوطة عنا. البنانية الزاوية ديال الرباط، الزاوية الكبيرة ديال البناني متفنين فيها زوج البنانيين، طلعوا من السلاطين العلويين، طلعوا من فاس، جاو من الرباط. فهمتي؟ البنانية عندهم زاوية كبيرة، أنا شفتها مشيت لها. فهمتي؟ زاوية البنانية. السلاطين كانوا عندنا ملي كيكونوا خارجين في يعني في الرحله ديالهم، يعني الحركه ديالهم، يبحثوا على الرعيه ديالهم ويشوفوا الرعيه ديالهم، الحركه ديالهم ملي كيكونوا داخلين كيمشوا عند الزاويه ويزوروا هذيك الوالي ويطلبوا منه التسليم عاد يدخلوا للقصر ديالهم. وفي مع الأواخر ديال الدولة الملي عبد الحفيظ والملي عبد العزيز وهذوك السلاطين القرابين هنا، كانت المملكة الباطنية الغوث ديالها في وزان من عبد الله الشريف، وهو وخاها هما كانوا سبعة الأقطاب ديال الوزنية في وزان. كان السلطان إذا ما نصره شيء ولد وزن ما يتنصرش. أيوه. يحتيجي عندهم وبيزورهم ويزوق فيهم ويقعد يقولوا له سر التصوير. يدخل عندهم باللحفة. يدخل باللحفة. يلا الحاج بارك علينا، هادشي كافي. عندك شي حاجة ما طلع لنا؟ الأستاذ عبد الحميد البراري تواصل معنا. سي عبد السلام. نعم. عندي أنا بعض النقاط ولا بعض الأسئلة اللي نقول. كتعرف الطاهر التسولي؟ الطاهر التسولي دابا بحكم اننا دابا حنا كنهضروا على القراءات، اي سمتم كيضحك على الناس الطلبه في الجوامع. صح. الطاهر التسولي بالضبط هو من التسول، هو من جهاد ما يفلس، من جهاد ديال التازه جهاد وين مهم. نعم. فهمتي؟ شمن عهد زعما كان عايش بالضبط الطاهر التسولي؟ ماشي طاهر، كون عنده شي 70 سنة ولا 80 سنة. باش مات؟ باش مات. يعني تعقلوا عليه نتوما؟ ما نعقلوش، ولكن قالوا هنا. قالوا هنا يعني 70 سنة. لا كنت مت أنا في ذاك، باقي ما خلقت أنا، قلت أنا. كنت لا يقدر يكون 100 سنة فوق عنده. دابا أنا عندي 81. يعني الوالدين ديالكم يعقلوا عليه؟ يعقلوا عليه، ولكن ما كانش ساكن معاه. وكان كيسارى. ولا هو فين مدفون؟ مدفون في جامع بوقم قدام واحد العليقه. نعم. كيقولوا مدفون تما بوقم. نعم. لا هو كازع على الخميس ساحل، كيعرفوه الناس. خميس ساحل؟ قرنوا شني وشم تمك وكلمة كيبغوا. قول لي هاد الواقعة وقعت خميس ساحل. راه الخميس ساحل وراه عنده بلعاد واقعته. ماشي بوقم هو في الخميس ساحل. لا الخميس ساحل مات مدفون. مدفون خميس ساحل؟ ما كنت في بوقم قدام. مدفون بوقم؟ هذه الواقعة وقعت في خميس ساحل. ديال الكلب. ديال الكلب.
هذاك هو كيستتر عليهم وهما كيستروا عليه. هما مشاو خلوها في الجامعة ومشاو لليلة. اسمع ما بغاش يديوه معاه، هو طالب القرآن اشقش من اللي مشى هو اذبح الكلب وقال لهم يطيب وخبى عليهم على الطلبة، خبى عليهم البطانة في فطار الجامعة، فطار الجامعة. وقال لهم الطلبة سمحوا لي انا ماشي في حالي انا مزروب وراء العشاء عندكم راه دائرة انا طيب ذبحتكم ذبحتكم الخروف ولما راه يطيب وانا ماشي في حالي. وقال لهم سيدك دللوا البطانة، البطانة مشي جبروا الكلب كثير هذا المدن شخصية متينة. مشى للقصر الكبير، مشى للقصر عاوتاني ودا كانوا لي تما يهود تما القصر الكبير ولا كانوا يهود تما اللي يصغبوا البرادع. قال لهم شحال اللي تصغبوا البرادع؟ قالوا له تما ذاك الوقت هذاك. قال لهم حنا عندنا في البلاد ديالنا كيصغبوا البرادع تما قد يدك على 4 مرات. قالوا له يلا ندينا نمشيو معاك الدهام وصل من القاعدة باقي له شي 4 كيلومتر ولا 5 نتشار. مشى عندك قال له ما تنولينا هنا باش نتلاقوكم بالبهايم، لان قالوا حنا نتلاقوهم بالبهايم تنولينا هنا. طلعنا الدوار قال لهم جماعه مشى فيكم حد من الشعب؟ قالوا له مشى، وقال له راه مجا راه في المطعم هنا نقول لكم نتلاقوه بالبهايم. قالوا من الحجاج شو تلاقوا من تلاقوا جبروني كثير عنده زاد. والقضية ديال التقشقيشة ديالو مع هذيك البنت في الخميس هذيك هو نسى في النقد أمساجين أمساجين مقهاش وهو يعني هذاك الفلسوف طلب هذاك الدعاء تقشقيشة عاوتاني أنا أول مرة كنسمع تقشقيشة ما معناها تقشقيشة لا لا خاص بالطلبة وهكذاك وقول لي لا واش اختر لي اسمع لي شنو قشقاش دابا مور اللغة ديال الطلبة وخرج الطلبة فهمتي شبرت 3 الحجرات بنت دات ملو وقاتلو هذا من نقاطي دمشاجي نسى عن نقاط ديال الشيء ما عملهم شيء فهمتي هو كان يتحدى الناس ديال بني عروس بحال في القران مشى قام في القاب ديالو يقولوا شنو في القاب ديالو 3 الحجرات يقول لهم عندي نقاطي دمشاجي دمشاجي ملي كيتلاقى كيقول ماشي بقى عاقل عليهم ولا تنساني يعني هذه دليل السي حاج دليل على المغاربه كانوا كيتنافسوا في النص القراني تحدوا بعضياتهم فيه هذا هو القصه باش جبت انايا على هذا الشيء هذا هو نعم هذا هو اللي قلت لك هذا طارت سوري زعما شنو هو شخصيه شمن زعما شخصيه طالب كان كيعمل هاد المغاربه شوف كانوا يتنافسوا في الرسم القراني كيحسب لك القران شحال فيه من مثلا من الف ثابت شحال من الف كان طرق زعما ديال التعليم زعما طرق ديال التعليم بطريقه طرق ديال القران القران البحار والقواعد ديالو عندك يجيبك لك هذا يقراوها اللي يعرف القواعد مسك ديالو اسمع قريت القران اللي ما قراوهاش بالعوافي وبالطق لا بلا دقة لما كنت ما عمري كنت شي ضرب على وطار تسولي مين كان هو من تسول حدا تازا وكان مخنش هنايا كان وجلل يعني دي مستملحات ديال الطلبات ديال الطلبات ديال المناطق اللي كيتنافسوا في حفظ القران في المغرب تسول وهاد المنطقة ديال هاد الهبط ديال الهبط في المغرب كان عندنا القرية صعيبة هذا هو اللي اسمه هو جاب هذا الشيء القراءة السابعة شو هذه مسائل المخلوقات كل واحد ما تعرفش شنو خفى له ربينا المخلوقات ديالنا كنز وخصوصا يعني اللي كيتعطن العلم ولا يتعطن التصلحات والولاية كاين خوارق وكاين كرامات وكاين قول لي الحاج باش منا نطولو شي نعم قول لي لا من انا الصباحيه مال
اش كتسمع عليها اش كتعرف عليها؟ من المسمعين انا لقيت لها واحد الكتيبه ديالها. شوف ديك الكتيبه ديالك هي شفتو صافي هو ما كاينش شي اضافات على داك الشيء هذاك. شكون هي؟ بنت سيدي جيلاني. وكانوا ساكنين في الساقيه الحمراء. لا شي الساقيه الحمراء فقلا اقلا اي اقلا هو الاصل ديالها. الاصل ديال ولاد المصباح الحج. نعم ولاد المصباح فيها انواع. اسمع المصباح فيهم هذا سيدي حرزم كيقولوا له سيدي حرزم هو كان لما كينتسبوا كاملين هما شرفه دارسه ولكن واش آل البيت ولا عثمان بن عفان؟ بن عفان لا لا دارسه شرفه آل البيت حيت ولاد المصباح كان اللي كينسبوا من اليسلوسيين. نعم كان اللي كينسبوا من اليسلوسيين. المصباح في الخماس اليسلوسيين كاين واحد المصباح تما كانوا عند المصباح تما. ولاد المصباح والمصبحه هما انواع وفيهم اللي شرفه وفيهم اللي ماشي بشرفه واكثرهم كانوا في عند اسماعيل العلوي جابهم من عبيد كانوا قدام وجابهم هذه المصبحه اللي قدام هذا ولاد الشيخ فريسان اللي في سيدي مبارك الشاهدين هذا قال لي دهامين شويه هذا قعديديه هذا كان جاب من اسماعيل كان الجيش ديالو. نعم وهذا ما دقلا هذا دقلا عبد الله هذا كان سيدي جيلاني هذا بابه الناناقي يعني هو اللي كان من ديك الزعماء اللي حروا العريش اللي حروا العريش يعني كان عندي واحد كان مجاهد قوي كان قوي. كان مع الجيش الاسماعيلي مع البخاري مع الجيش الاسماعيلي اللي حرر العريش كان قائد كان من الضباط الكبار وكان من الاولياء الكبار هذا جلالي دابا هذيك المقره الزاويه كانت تما كاين يجلس هي عنده الزاويه اللي في اللي الزاويه المصباحيه الا قال هذه الزاويه هذيك جديده فين هي الجامع دابا اي جامع الزقزاق المدينه القديمه هي تقول انت القبيبه الحجره هو الحجره التحتيه ولا شي يقولوا الحجره الفوقيه كاين الفوقيه وكاين التحتيه قدام ديك الحمام هذاك الحمام راه كان الدار ديالو الزاويه هذيك معبد معبد ولكن الزاويه ديالو كتقدم هذيك الزاويه المصباحيه هو قال لك جيلادي كان يجلس تماك ايوا هي وراه اللي باقي يقولوا له الحجر ديال سيدي جيلادي هضره سيدي جيلادي نعم اي هي هذاك بابا هذا اللي منا هذاك وماذا صح هذيك الاسطوره اللي كتقول انها نهار الزواج ديالها تبنى ماشي اسطوره هذه ماشي اسطوره شنو هذه واقعة هذاك ولد عمها ولي داها وديها ولد عمها ولد عمها وهذيك الليلة اللي زفوها عنده هذاك ملي دخل عليها رجعت وحش مشوب وحش قالت له إلا قدرتي ترجع في حالك نزوج بك ما قدرتيش ما نسوش هو ما كانش عنده المقام ديال خرق العاده ديال الولايه ديالها كانت وليه كبيره في المقام ديالها وقالت له الا كنتي عندك خرق العاده في حالي انت عمل هذا ديالك وانا نعمل ديالي ومن بعد نزولوا هاد الصور وحنا خطتنا حنا مزوجين هادمك النساء ولا الرجال اللي كيوقع عليه منين جات هاد الروايه؟ نعم هاد الروايه منين جات؟ واش متبوته مكتوبه كاين روايه راوينها متواتره شوف هادي المسائل هادي ماشي متداوله للناس ماشي هي السمساره ديال السوق هادي مسائل خرق العاده كيعرفوها الاولياء اللي كيكونوا حماق في حالي ملي نكون جالس مع الناس يبدا يقول افعل هاد الزور هاد الزور هذا ما كيصلحوش تكونوا عندكم انتم لان المسائل هذه مسائل معنويه مسائل ربانيه مخروق العاده ديالها انتم مهزوف في المسائل اللي كتشوفوها انتم نعم لا حنا كنسالو حنا ماشي كنصدقوا ولا كنكذبوا لا صحيحه لا ماشي ما قلتش واش صحيحه استاذ
عامل الحاج دابا انت ما فهمتينيش بصافي انا ماشي قلت لك صحيح حرام ماشي صحيح قلت لك زعما غير زعما واش روايه الروايه هذه منين جات واش مش حكاها عاود لك شي واحد شتيها مكتوب شي هو قال لك انا نعرف حنا عندنا واحد المشكل بس باش نحدد لك انا نعملوا المصدر كتبغيش نحدد لك واحد الامر دابا عندنا مشكل حنا عندنا مشكل شنو هو المشكل هو لا من المصباحيه فوقاش عاشت بالضبط فوقاش ماتت فوقاش عاشت فوقاش خلقت وفوقاش ماتت تحديد الفتره ديال الحياه ديالها راه داير مشكل عند المؤرخين كاين دابا حنا كنحاولوا نبحثوا في الامر باش نجيبوا التدقيق الرسوم ديال المصباح عند التاريخ اللي تجي لهدي سيدي تجي لهدي فيها كان فقله وعندهم ثلاثه ديال الاضرحه تما في فقله هنا خلف هذا التدقيق مشينا تما مشينا زرنا تما قلنا هذا دابا البحث عطانا جوج ديال الامن هذا سيدي العربي لا تولى اسمعني هذا سيدي العربي اللي متفون هنا ما عندكم ما قلتوا شي فيه في خمس فيه هذا في ايوا هذاك مبين وبين سيدي جينا لي ثلاثه ديال الجدود وراه معنا في الرسوم وراه عندكم هذا الكتيب اللي قلتوا رانا عاملوا دابا حنا عندنا تقريبا اسمحني بعدا ما نطولوش بزاف في قلا الارض المزعه المصباحي هذا سيد طيب خلى واحد الجده ديالو ولا هي تقريبا لوها متزوجني خلات لي 70 اختار في الرسم ديالو انا عندي الرسوم شفتهم حتى حنا مصورين نعم واش تقولوا لي شحال لا ما عطاناش وخاكك ما عطاناش لا من انا لحد الساعه عطاونا ثلاثه عطانا وحده تيجانيه ولا من انا مصباحيه هذه العريش وعطتنا واحد لالا من انا على ما اظن درقاويه اولا درقاويه على ما اظن ثلاثه لالا من انا بطريقه تيجانيه خلي هذيك التيجانيه هي هذاك اللي في مدفون حدا اللي مدفون في مولاي ابو سلام حدا ديك ميمونه ماشي من انا ليمونه جمع لا ليمونه هذيك في مولي بوسلام كاين واحد لا من انا في مولي بوسلام ميمونه هذيك الجمعه دابا ميمونه ليله ميمونه هذيك هي غير السيني سولنا بالضبط حنا مولي بوسلام قلنا هذا الضريح ديال لا من انا شي لا من انا ربما هي التيجانيه ديال فاس اي دابا شوف احنا الجباله وهاد العروبيه احنا يعني عندنا الاسماء ديالنا محزولين دابا من هنا هذا اسم عروبي ديال العروبيه حنا ما نسموش من هنا نسمو عائشه وزهراء وخدوج وفاطمه ورحمه هذا مسميه ديال العروبيه العروبيه ملي هذا سما من هنا واحد اخر سما من هنا هي صحه احنا هذه رحمه وهذه رحمه وهذه فاطمه نعم نعم يعني ماشي الا مننا هذيك اللي تما او مننا اللي في قدام مولاي ابو سلام هي هذيك هذه مننا اخرى هذه بنت سيدي جيلالي بنت سيدي جيلالي يا صح سيدي جيلالي خطبه منه ولد خاه الطيب طيب قال منين مشاو القاعده اللي كانت قبل كانوا ما كيشوروا لا عروس ولا عروسه على قول الولد اللي قوا النهار اللي وصلنا باش يدخل بها هذاك هي دوها في البوزة ديالها وهو جا باش يدخل عليها دخلها باش يدخل عليها هي تبدلت جات واحد شي كيقول حمامة الحاج أود اسمعني بعدا وحتى نكملكم واخا ما كاين يعني واحد يعني واحد مشوكة راه تما مكتوب هذاك فهمتي قالت له إلا قلتي إلا قلتي تكون أنا المرة ديالك أعمل فعالي ما قدرش يعمل فعالو ملي ما قدرش يعمل فعالو فعالة هي تخرقت لعادة أخرى ورجعت حمامة وطارت وفي ماشي يجبروها من ميتة هذيك النهار قبضوا لها الروح ديالها الملك اللي مكلف فيني مدفونة تما جبروها غسلوها دفنوها تما الضريح الحالي ديالها الحالي تما تنزلت الحالي تما تخرج العريش دابا القبر تما فيه لا منانا العريش ما كانش يتم العريش
فهمتي هذيك هذه هي كانت في مقام القطبه القطبانيه ديالها وكنت تجمع مع الاوليه ومازال باقه يعني في التصرف الباطني يعني كنت تشكل على المراه فهمتي وكان شي واحد في وقت يعني شافها قصدا وطارت وخلاته الأولياء عندهم خوارق عندهم صور هو على الجن ما ليسوا ولو ولا بغى يتبدل لك حتى بعشرين دلقان ولا يتبدل قل لي الحاج أول سيدي جلول دابا راه عشته دابا عاصرته كيف كان هذا؟ الرسول قال لي تقول تكون بخير نعم نعم سيدي جلول كان هنايا راه الجار ديالي دابا الجار ديالي والعروبية كانوا يجيون عنده وكيمشين عندهم وكيتبركوا به وكان ولادو عنده ولادو الذكور وعنده كل شيء بالنسبة لسيدي جلول ما سمعنا شيء على شيء حاجة قبيحة فيه يهضروا في ولادو ولادو هي ولادو هما اللي هو سيدي جلول يعني هو خالو ديال المصباحي أي خالو ديال الطيب أيوا خالو ديال الطيب مشينا عنده ولادو الحاج القلا عطاونا الوثائق وشفناه وشفنا واحد المذكره ديال ولد سيدي جلول هذا ديال الحاج محمد مجموعه ديال المذكرات عنده زياره اللي كان يقوم بها بالدواوار ديال الطلاق والخلط تقيدت ورسائل كانوا يرسلوه الناس باش يفك بيناتهم هذه كلها عندهم مسجله هو تما احنا قبل اسيدي نعم قبل كانوا شرفاء موقرين يتبركوا بهم كيتبركوا بهم وكانوا إذا وقع شي خصام ولا شي حاجة وإذا دخل فيه الشريف تفك يتفك خد كل الروح مقتولة قتلة الروح النفوذ يعني ما كيبقاش لكل شي كيتمحى كيتمحى نعم هذا اللي فتنا بك مثالي ماشي زعما يعني نقدر نقول لك أنا شي حاجة داخلية ديالو أنا سيدي جلول عمري ما شفتو شي جامع ماشي المرسينا نحضيوه شي واحد الشيخ نعم نعم راجل كان كيخرج هنا بعد ما راسل كل شي مناسبة كيجيو القيطون كيقول تما الخزانة كيجيو تما العروبية ياكلوا ويشربوا فين هنا في ساعات مكة؟ لا كنت عندو خلاص تما كيكون شي مناسبة كيقول تما ويقول الخزانة ولكن ولكن هو ما كانش عنده ديك الزوايا مفهوم الزوايا لا زوايا دابا ما عندهمش لا ما عندهمش الزوايا احنا المنطقه ديالنا وهذا ما عندناش زواوي دابا احنا من عروس مع مرشي 40 ولي كيتقطع منا وما عندناش زواوي وما عندناش شي يقطع لنا نعم حتى قولي عبد الله ما كانش يقطع لنا فعلا ما كانش يقطع لنا صح ايوا هي و كتاب الصبيغه اللي دخلت فيه كيفاش كتقراها الطريقه المهم الطريقه مزيونه ما كرهناش نعطيوك النسخ من هاد الظهائر اللي عندنا وتقراهم على خاطرك وتعطينا الراي ديالك فيهم ديالك هذا خاص ديالك انتينا ماشي ديالنا حنايا هذا عمل ديالك انتينا شوف هذه حتى لما قريتيش الوثيقه ما تعرفش شنو خصنا عرف مساعده في تخريج المخطط ما نعرفوش ما نعرفوش كلمة ما عرفش نقراوها هذيك الكتابه المكتوبه جمهور كتابه مثلا هاد الظاهر ديال الحدود ديال الحرم العلني انا واحد الظاهر الحدود الحرم العلني نشوف لكم هذاك الظاهر اللي عندكم ما عندوش ما جبناهمش دابا حنا غير نطرح لك نعطيكم نسخه خليها انا خليهم عندك انت انت كون عندك الوقت ماشي مزروب انت فيهم هو الوقت ما كاينش لي مرات هي بزاف عليك دابا هو اصلا منشغل بعدا في واحد المشروع اللي هو مشروع كبير اصلا عطانا ثلاثه العناوين في طور الانجاز يعني هذا راه شي حاجه ماشي سهله هذا الشغل راه شي حاجه كبيره غادي يخلق شي واحد اخر زعما انا جبت راه الله يطولنا في عمرك راه جبت عاوتاني نصحح واحد المجموعه ديال
جبت نصحة من فاسيح، جبت واحد العالم قصي نصغب للتزكية، وجبت له دابا عاد قيته بس مسودة ديالها عاد ماش يعني ما كاين تيخلوني انا في الوقت ما عندناش وعندنا زواوي عندنا صافي شي شكي ما عندك انا زعما انا في حال هذا زعما فرحان فيكم والحقيقه كنت جيتو في المهم على ثلاثه الحاجات الزربه الشيخ بن عجيب الله يرحمه الشيخ ديالك غادي ندخل شويه في ما هو صوفي لا ما هو صوفي ما هو شويه فكرتيني بديك الفتره ملي كان الوالد باقي عايش كنمشي مع الزوايا بزاف الله يرحمه مسكين والمناسبه ديال مولاي ادريس عاوتاني كنا كنمشيو المهم بغيت نعرف اول حاجه الطريقه الصوفيه العجيبيه شني طبعا الحال كان بزاف ديال الطرق الصوفيه في المغرب لا تعد على رؤوس الاصابع كما كيقول الطريقه العجيبيه شني اللي كيميزها على باقي الطرق الصوفيه الحاجه اللي كتتميز بها وطبعات المنبع واحد من العرب الدرقاوين الشاذلين مولى عبد السلام نعرف اش اللي كتميز هذه الطريقه الطريقه العجيبيه طريقه متر كل بحال بعضها والتصوف وطريقه وحده عنده هي طريقه الشاذلي طريقة الشاذلية هاد الأسماء هو هاد الطرق ديال اليوم عادة المشاهير شيوخ التربية دابا عندنا من تركيا هنا للمغرب كاين 42 لقب تشهر 42 وهما كلهم شاذليين أبو الحسن الشاذلي اللي جانا عند مولاي عبسة هو يماه متفونه باقي القبر ديالها اللي يزوره الفوق ماله هو مغربي مغربي ما في 50 شام شاذلي هو هذاك الخمس مغربي باقي الدار ديالو تما متفونه يماه الدار ديالو ابو الحسن الشاذلي لما قرا العلم وتوسع فيه بغى يتصوف بغى يخد يبحث على شي ولي يربه مشاي حتى للعراق كان تما واحد القطب مشى للعراق وقال له هذاك تجدنا تما قال له شو بغيت قال له بغيت قال له من الوقت الولي خد بيدي قال له خليته في المغرب وما جينا هنا رجع في حلب جاء قال له راه في جبل العلام مشينا عنده جاء هو المغناس في كان الصغار في ذاك الوقت بقى يفكر واحد الوجه هكا تقول له يبقى تما ويقر العلماء ويجلس العلماء وواحد الفكرة يقول له يمشي للبراري والقفار وجلس يذكر الله مقاطع على العبادة فهمتي غلبت على هذه الفكرة مشان أنا مولي عبسة وصلنا عند القشر ولا عند البركة وصل في الليل ملي وصل في الليل ومش من الأدب أنهم يدخلوا على الولي في الليل يعني سوء الأدب جلس تما وقال حتى مقدع هذا حتى مقدع فهمتي اسمع يقول يا من صوت عالي يا من دخل الجبل يا من دخل الجبل يا من دخل الجبل هو الصوت واسمعوا يقول اللهم إن قوما سخرت لهم خلقك فرضوا بذلك وأنا أسألك إعجاز الخلق عني حتى لا يكون لي شغل إلا بك جاء أبو الحسن الشاذلي قال يا عجبا هذا الشيخ من أين يعترف هذا العلم في الصباح مشان عنده مثل عند البركة توضى وعلم يعرف يتوضى ويسبغ الوضوء
وصلني الباب الكافي كان عنده أول المعبد جبر بنو سيدي محمد في الباب. قال له شو بغيت؟ قال له بغيت مولي عبسة. قال له عذو وتوضأ فإنك لا تدخل على أبي إلا على وضوء. رجع عند البركة عود الوضوء. رجع كنت من عنده قال له عود يا أبا الحسن وتوضأ فإنك لم تتوضأ. رد الولد عنده 3 سنين يتوضأ 3 مرات. من اللي يتوضأ المرة الثالثة جوزو إلا قال هذا ماشي هذا الوضوء هذا اللي قلت لك. قالوا إني اللهم إني أتوضأ بعلمي وعملي وأدخل على هذا الولي لا علم لي ولا عمل. تتفرق من تكشيها ملي وصلني الباب تما قالوا تفضل تفضل يا أبا الحسن. اللي يدخل تما هو كيتذكر مع مولي حبسام وبالحسن الشاذلي. قال في نفسه يا ليت شعري هل الشيخ اللي يعرف الاسم الأعظم. وقال في نفسه مولي عبسة ما مشي يهدرش معايا انا ما سمش فتح ربي. بنو هذاك داك سيدي محمد تكشف عليه ولد 3 سنين. قال له يا أبا الحسن ليس الشأن من يعلم اسم الله الأعظم إنما الشأن من صار هو الاسم الأعظم. قال له مشي شي حاجة كبيرة تعرف الاسم ذا الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا فهمتي. قال له الشأن هو هذاك الشخص اللي صار هو ذاك الاسم. قالوا مولي عبسة قالوا أصاب وتفرص فيك ولدي يا أبا الحسن. أصاب وتفرص الولي اللي خذ النور ذي الأسماء وذي صفة ربي. عندكم شوف هذه الأسماء اللي معلقين في اللوحة أسماء الله الحسنى عندكم الأسماء ها شو معنى الأسماء اللي كذا اللي كانت تصرف ما يشي هذا ما يشي بالعربية وما تمشي في هذه كبس انت شو عادت ما قلت يتحقوا عليكم بنصف لا ماشي مشكلة يضحكوا وخا حاجة أخرى أنا تعطى السيد رانا عييوه وحنا دابا ما تعيش دابا عرفتش غادي ديرو ثم أنا بغيت نسير بحالكم شويه بحالكم لا ما نقدروش هكا قلت لي هذيك السيد كمل داك كمل داك دابا المهم المهم كملوا النقطة أنا نديرو معاه شي لقاء الله يخليك هادشي جلس ما دابا جيتو ما نتلاقاش شي مرة باقي غنتلاقاو شوف باقي غنتلاقاو إن شاء الله ماشي أول يعني الشيخ بن عجيبة كانت تكدر في الزاوية عنده الحضرة أو العمارة أنا بغي نعرف الأحوال الشيخ في سعاد العمارة شتي الشيخ كامل العمارة الشيخ أنا بغي نعرف الأحوال ديالو في العمارة شوف الخمرة هي العبادة الروح فهمتي الخمرة العبادة الروح الروح لما كتخفف ما يبقاش تقلد الذنوب عليها كتشطح يعني كتستعقد فرح هذا ممكن ديك المقاطع ديك الكلام اللي كيكون يقولوا في الخمرة هذاك الكلام كله هو روحاني كيجذبنا شفتوا ديك الملكة يطلع شو انتو شكو فيكم ما تعرفوه هذا هذاك الملكة يطلع في الخزان يطلع أنا ديك الأنبي بالموت الاسطوانيه ديال الماء دابا حنا دابا ساكنين عند الطبقه الثالثه ولا الرابعه فين يطلع الماء يا طافت الجعب ديالي ولكن اذا كان هذا الخزان ديال المدينه عنده 30 ديال المتر وبنينا حنايا البنايه 35 و 31 واش يوصل له الماء يطلع علاه الملك بر التوازن
يعني الخزان كخص يكون هنا والناس يسكنوا حتى هنا بالطبقات. إذا كان خزن هنا وزادوا بنوا هنا الماء ما يطلع في العقبة ما يطلعش. ولذلك كنجبروا دابا هاد السقا اللي كاين في السقا العصري ديال الفلاحة كيعطوهم ديك كيبنيوهم ديك البوسيتو عالي لا اللي يعملوا معليين ولا يطلعوا تما المطر كيطلع تما عليه يهبط. الخمرة يعني الروح كتنشط. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصل الخمرة. النبي ما كان يتأثرش بقي الجماع مع ربي وما يتأثر بوالو، عنده أعطاه النور من النور ديالو. ولكن الأولياء لما كيحصل لهم الفناء كيكون ما كيتيقوش أحوال اللي كتغلب عليهم الأحوال كيقولوا يقلب أبو مدين الراس قال وقول الذي ينهى عن الوجدي دي عن الوجدي يعني أهله يعني فإن قال إذا طبنا وطبت نفوسنا وخمرنا خمر الغرامي تهتكنا فهمتي. مقام هذاك مقام آخر. الأحابش بني ألفيدة لما جونا عند الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد النبوي وجابوا ذلك الدفوف ديالهم أحابش وقوكي في رقصوا في المسجد النبوي سيدنا رسول الله قال سيدتنا عائشة قالت له قال واش تبغي تشوف الرقص ديال الأحابش قالت له يس هز في الدرع ديالو وطلعها باش تشوف ديك الأحابش هما كيرقصوا ويداروا تركوا في الدفوف ديالو. ومرة اللي يقول لها واش شبعت وباقا تقول لها باقا إلا حتى تشبعت بهذيك عاد هبطا. قالت له اش كيقولوا يا رسول الله؟ كيقولوا بالحبشية. قال لها يقولوا بالحبشية محمد رجل صالح محمد رجل صالح محمد رجل صالح. هذه كان يرقصوا والنبي كيتفرج والزوجة ديالو كتفرج. هذا ملي كيقول الخمرة هنا كيقولوا الكلام في الحضرة ربي اللي ما عنده شي ما عندوش شي نور في القلب ديالو هذاك العيش ديالو حرام في الدنيا فهمتي. هذم كيكونوا الروح ديالهم الا بغى يطلع عن السماء تطلع ديال العزف والغناء ماشي حرام. لا الغناء هذاك ماشي غناء هذا السماع في اقسام السماع اللي كيهيج النفس للشهوه الجنسيه حرام والسماع اللي كيهيج الروح للحضره الربانيه هذا اكبر طاعه. وخا يقصر مع المعازف معازف مع الالات كيقصد ماشي كيقصد مثلا الطبل ديال الحضره سيدي اللي جابوه مولاي العرب الدرقاوي ادم اللي صعبوه بالتراب الملائكه الروح ما بغاتش تدخل فيه جابوا الموسيقى باش تدخلوا بالموسيقى ادم تدخل الروح نيه بالموسيقى وما كترقى وتطلع حتى بالموسيقى. سيدنا داود كان عنده الناي المزمار ديالو ملي كان يعبد به ويذكر به الطيور والجبال كيمشيو معاه يعني هذاك الصوت هذا الخمره الطبل فيها والموسيقى فيها مباح لأن المذاهب الصوفية واحد كيبغي عايش مع السماع واحد كيصي هذاك الطبل ولا داك الشيء اللي كيغيوه هذاك عا الناس من اللي يكونوا في الخمرة ما يمشي واحد طالع وعيد هابط يضبط الإيقاع هاي يضبطوا أما هكا مع بعضهم
وأما هيدا مع بعضها ماشي وحيدة هيدا وحيدة هيدا هذا كان عباش كي توطوبة وخاص دي عبسلا لا تتك هاد الحضارات اللي ولو اليوم اه اللي كيديروا مثلا يوم الشباب بعض الزوايا وكدا واللي هي بطبيعة الحال خالية من أي نعم أنواع الرقي الروحي وما إلى ذلك شوف شوف شنو بالك فيها شوف الهيئة العروبية معروف الحجوي عن الجمال راه معروف والحجوي هو الهيئة وي ولكن عسميات مختلفين وي والمهم هذاك بالصيغة الطلبة اللي يقيوا الخمرة بالآيات بالصيغة القرآن وبهذيك هي ماشي هكا هي الآداب الطلبة ما فيهم آداب وهذوك ما فيهم آداب وهذوك ما ليترموا على واحد المقام ما يلبس أدمك سيادنا الصوفية اللي مربيين متربيين عندهم الشيخ ديالهم كيطلق لهم واحد الهمة فيهم كي ملي كيكونوا معاه حتى واحد فيهم ما كي يكون في حاجة للدنيا كاين حتى بعض الخمرات النساء كيدخلوا مع الرجال فصل الخمرة واحد العالم علق على واحد المرة علق عليهم قالوا هذا منكر هذا منكر واش مرة تدخل عند الرجل ترقص معاه كان واحد المجدوم ما كي ملي كي تحرك الروح ديالو كيدخل فصل النساء ويجلس يخمر شنو غوتو معاه جا واحد تما قال له سيدي انت راجل هو قال هو راجل وهو شبر الصدر ديالو وطلق هيدا وهو كيسيب عليه واحد وكيصير يسيب عليه الحليب حتى تفوزو على عينو من هيدا وسيب له الحليب وهز هيدا فتح راسو وجبر عنده فرج قالو مبغيتش تتحشمو قالو حنا ملي نكونو مع النساء نكونو نساء ملي نكونو مع الرجال كنكونو رجال وحنا ما نعرفو هاد الهزر ديقولو الميزان ديال العمام كله عوار الميزان ديال الخاصة كله مضبوط عمركم ما تشوفو شي واحد وتزنوه بالميزان هذا ملي يصليش معنا هذا ملي صدقش هذا ملي هذا ملي يسلمش على الناس في الطريق ولا هاد الموازين هذه عند العامة من الولي ما عنده شيء هذا الميزان ولا يضبط شيخ التربية أنا أمره أمر سيد عبد القادر ولا أمر شفته شي واحد قال له زبل في واحد وقال له شاطر أخلاق عالية أخلاق مباشرة أنت أبو بكر الصديق كتمطو واحد هو كان عنده المقام أبو بكر الصديق انا بدك يتغمضوا عيني لا بقى حاجه وحده عندها علاقه بالعشره كالناس هل الاشاره الاخوه ربما ما هادشي هذا كيجيو مغرب شنو حنا هادشي الحضره والخمره وهذا نكمل لك اخر مره كنت مع الوالد الله يرحمه كنا في مول ادريس ايوا بدات واحد الحضره او العماره او الخمره اي كلها انا كنت فيها معاهم ايوا دينا مرصد العشاء سالينا على الاذان الفجر شو شحال من ساعة وحنا كان الخمرة ما عمرنا ما حسيناش ب ما تحسي وحاق واحد الجو حلقة سقاليين كانوا قدام القبة الحسنية تما رجعوا للعرايج دابا ثلاثة الحاجات الحاجة الأولى بلاتي أنا بلا غير بلاتي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي جا عنده اللي جاك النعاس نتاعو كل بنت نعاس جان عنده جبريل وقال له كيسلم عليك ربي وكيقول لك بان الفقراء ديالك ماشي تدخلون الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم ونصف يوم 250 سنه فرح الرسول عليه السلام وقال للصحابه اللي كانوا تما قال لهم من منشد من ينشدنا كنا شي شهر قام صحابي بدري كيقول له قام بدري وقال له يا رسول الله انا انشد قال له انشد بدري قال
قال لسعت حية الهوى كبدي فلم أجد لها راقي ولا ترياقي إلا الحبيب الذي قد شغفت به فهو دوائي وترياقي. وهتزجد الأبيات القلب أدري ما جفيت من محتفى هذا الرسول يتواجد وتواجد الجميع شو الذي اشتاح بالرسول الكوش وطاح البعض في الرسول سلهم ديالو طحن الأرض وقطعه بالطرفين والدواء كل ما دواء يتبركوا به. هذا النبي قال خبر. كذلك من اللي يدخل عنده جعفر الصادق قال له قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي تقول دعمه الصورة ديالو كجميلة والعمل ديالو جميل يعني اضطرب وفرح وقام يرقص وقام الجميع يرقص معه. باب السماعة كبير وهذا مدري يهضروا في هذا الموضوع هذا ما عندهم حتى واحد في الالف ده في ترتيب العلم ديالهم هذا علم اخر اللي تكلم في السماء ونهى عليه هم العراقيون ما حرم السماء الا العراقيون عندي وكانوا اكبر الامه واكبر المذاهب كانوا يذهبون الى الصوفيه ويبكون وهم يذكرون قياما وقعودا كما هو القران السماع اللي حلال واللي حرام الكلام اذا كان في الروح كاين فيها عباده واذا كان في الشهوه ديال النساء يزين الزينه وهو حرام على كل حرام نعم. اما الاله بالاله ولا بلا اله ما فيها مشكل ما فيش الاله مش حرام هو اللي حرام هو ديك اللي كيخرج منها إيه كنتي إحنا نعرف إحنا يقنوا أن الإنسان كبار في حضارة يقول حضرة وش هي الحضرة إحنا في البداية ما كنا نعرضون في منعروس ما كان عندنا زاوية ما عندنا ولو ولكن كان عندنا ذاك الإنسان الكبار يجتمعوا بالبنادر ويبدوا يعني يذكروا يقولوا لي يقول حضرة شنو الحضرة الحضرة هي الحضور مع بالقلب مع الرب ويبدأوا بالصلاة للرسول ومن بعد ما اللي يتبعوها اللي يتبعوا بالغنى والغنى ماشي كل شيء قبعه فاللي يغني على إماه ولا يغني على البلاد ولا على الجمال ولا الطبيعة ولا ما حرم ولا حرم اللي هيجي الشهوة الجنسية نعم هذاك اللي حرم حاجة الأخرى مني كنت في مدينة العرايش شكون انا نهضر على جماعه كبيره هذا شكون المؤقتين اللي كانوا تما ديك الفتره هذه المؤقتين كان احنا كان عندنا سيد عبد الهادي العسري سيد عبد الهادي العسري والمؤقت وكان هذاك المؤقت بزرق كان قبل منه ياه في الاول كان بزرق بزرق وتبعوه سيد حاج عبد الهادي واللي كان فيهم مصغر فايب والحمدي الحمد لله الحمدي سي الحاج عبد الهادي كان يجلس مع الحمدي الحمدي رجل كان هاك يشد الجمال حقك رجل بركه شكون الحمدي شفتي ديك العلامات اللي يعرفوا بها الوقت الصلاة سي الحاج عبد الهادي علم له والله احنا العلماء ما نعرفوا وهو اللي كان كيعرف في المصيريه الفقيه في المصيريه فوق الحمدي الحمدي كان هو اللي من قبل الحمدي راجل كبير عرفته لحقنا هنا لحقته انا لحقته وكلس عنده قتله كان صعيب هو قاصح هو الحمدي بالحق كان معمر خرج وتقول على هذاك سي عبد الوزاني اللي كان تما في ديك المصيريه سي عبد الوزاني اللي ما تسد عليه الحمدوش كان عندنا في الدار المحرم ديالو باقا عندنا في الدار كان عند الوالد مشيت عند زين تما حضرت عليه مشيت انا سيدي الحمدوش هذاك سيدي عبد السلام باقا عندي البلغة والبردو ديالو والطربوش ديالو هو كان كيجي عند الوالد كان كيجلس كيعطي وجهه للحانوت الوالد
ولد كيقول له دابا سلام هضر شوف لنا شويه كيقول له الحاج عندو نشوف هي المصيبه هو دابا الشتاء شوف الناس كيفاش كانوا والوالد كان هو بوحدو عطاه واحد المصريه في الدريه عندنا وبنى له فيها المحرب ياه واحد النهار كيعاود لنا الوالد قال لي جيت باش نعطيه الماكله بس ما صباح ما شافوش 25 عام واحد النهار واحد السيد جاب من سيد علي بالحمدوش وقال له راه واحد السيد كيسلم عليك سيد علي بالحمدوش وكيقول له وقال لك جيب له معاك سطال ديال السردين المقليه واجي عنده لونشا مضاعف فلان فلان هو ما عرفش شكون عيط عيط لي الوالد قال لي نوض نمشي معايا مشيت معاه دينا البيضه مسكينه بيت ديال كامله تعدل فواحد السردين تما كتقلي فيها مسكينه توصلنا عنده ميدا مشى لذاك الدار دق دق انا عليه خرج عليه باقا كتب المره ديالو صغيره باقا المره ديالو صغيره ميدا دق دق عليه خرج داك المره هذيك المره اصلا اش قالت له ما نمشي بلاصتو اه لا ما نمشي قالت له واش انت سي محمد الحاج لانجري قالت له قال ادخل عند الشيخ قال لها كيفاش قالت لي ما نعرف انت دق دقتي هو قال انا نفتح فلان ايوا عنده الكاش كرج البركه كان عنده الكاش انا اداني نيلو هذا ديك كنت في الكرامات والبركه ديال شكون هذا الشيخ هذا الكرامات ديالو هذاك اللي كان في الشؤون الاسلاميه سميتو منعش حاج منعش منعش اللي عنده الدار هنا قدام الحصره هذا الدار الناظر 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 اداني تما عنده واحد النهار كان السبت قال لي يلاه نمشيو عند واحد الوالي بركه مشينا عنده وركبنا المكنس من المكنس برنا عاود تركب نزلنا سيد علي بن حمدوش هنا وهو فوق منه واحد واحد في 10 خطوات ولا 15 خطوات ديك الدار هذيك الصغوره كان عنده شي براكه تما وهذيك القايد طيح حالو بنا بلا رد طيح حالو قال له القايد انت عجبك قال له انت هنا في الدار مصغبه وانا تخليني انا مسيه في القلعه قال له كما كنت استحيت من الله قال له ما عمرت باقي تدخل عندك الدار ديالك قال له انا مزك فيك اسمح لي وسأبناري من الدار كبيرة نعلو الدار هي انا طلعت ملي مشيت عندهم مشيت انا والناس ملي ديت له مشيت الزيارة وتعشينا انا قلت له انا وياه ومن عيشو المرة ديالو عنده حال محل عمر بمواقم بزاف اي عنده بمواقم تعشينا احنا تعشينا وجمعنا وبيت انتم وفطرنا حتى رجعنا فحالنا غدا مشيت نعطيه الزيارة قال لي لا قال لي انا نعطيك الزيارة لا سيدي عمش مش بر قال لي والله ما نشبر الزيارة ديالو انا ملي تنجي قال لي هاك الزيارة فهمتي وهاديك السبحة اللي كانت عنده هاديك السبحة أعطاه واحد الفقير فاس يقول له محمد ربيع محمد ربيع فلالي فرزودي عرفتو كيجي عنده تما ياخذ عليه فهمتي محمد ربيع كيجي عنده كان عنده شيخ قال له هاك هذه السبحة وملي تقي 40 سنة في العمر ديالك ماشي يجي واحد أعطيها له راه الأولى واحد سبحان الله ملي يكون 40 سنة عنده بديك محمد ربيع ضرب لي التليفون من فاس قرا الكتوبة ديالي وضرب لي التليفون بحث على التليفون ديالي وقال لي احنا بغينا نجيو عندك شي مجموعة واش تسمح لي قلت له واخا حددت لي النهار جيو عندي في سبعة بهم تغدينا وفطرنا وتغدينا وصليت بهم الظهر والعصر ومشاو بحالهم في الليل جيب ديك السبحة معاه ملي كان خارج فحالو قال لي شوف انا سيدي عبد السلام الغزاني قال لي هاد السبحة هادي اديها وملي تقي 40 سنة في العمر ديالك اعطيها انا الشيخ ديالك قال لي وانت الشيخ ديالي هاك السبحة الله هذا سبحتو يلا بالنسبة للسؤال اللي بغيت نوجهه انايا هو يعني التصوف تاريخ ديال المغرب تعرض ل يعني بغينا نقولوا محاربه ديال السلطه مثلا في الشيخ بن عجيبه كان عنده شي صراعات يعني في شكون هذا الشيخ بن عجيبه من كان وقع له شي صراعات مع السلطه في المرحله هذه هي هذيك سيدي ماشي هنا
هنا كانوا الوزانيين عند النفوذ الوزانيين، وكانوا معهم المهم الوزنيين كانوا هما طاغيين كانوا هنا، وكانت الولاية عندهم يحسبوا راسهم هما الكبار، وحرضوا عليهم المخزن بأنهم جابوا واحد الحاجة ماشي في الدين، يعني تجريد لقصيد أحمد بن عجيبة وذاك الكلام ديال الإشارة وذاك الكلام ديال الباطل هما ما يعرفوش، وبقاو كيلاحقوا عليهم التهم. من جملتهم هذاك خادم ولا سيد أحمد بن عجيبة ولا الهاشمي، دخلنا عند واحد الدار واحد المرة ولقنا الولد، لقنا الأذكار، مشاو يدعيوها بأنه دخل الحرمة ديال الرجل وتكلم مع المرأة الأجنبية، داوهم للحبس، داو ولا الهاشمي، تبعوا سيد أحمد. بلي جاو الحبس باش يدخلوا ليلو في الطاول، قالوا له احنا ما احنا عيطنا على هذا الهاشميه ولا شي سميوه ماشي نيلك، يقول له احنا ما نفرقوش بعطتنا انا شنو دخلوا الحبس بشي 3 ايام تما، شي 7 المساجين دخلوا تصوفوا طهم من الاوراد، وكان يقول خمره في السجن حتى كان السما كيغوث بالغوث ديالي فهمتي، وطرقوه ومرة أخرى عودتهمهم تهم أخرى وجاو العلماء التازة والمعلمة وتكلموا مع ولاد بريسون وولاد الوزانيين فهمتي، وعندهم كلام طويل. سيد أحمد بن عجيبة عنده سر عالي، هما ما وصلنش لديك السر، وعنده القطبانية المحمدية، ما تعرفوش هاد العبارة هادي، القطبانية في الولاية أكثر من 50 نوع فيها، مش سمعتي قطب راه كلشي قطب، وكاين حتى في العلوم قطب، في العلوم قطب، في الأحوال يعني قطب في المقام أقطب بزاف. والقطب شنو هو؟ كلمة القطب هي ما جا من ديك من هذيك ديك العود زرحة عليك يقوم حد الماء يقوم القطب الدائرة، قطب الدائرة عليها تدور فهمتي، هذيك يدخل في ديك الطنجة في ديك الخشبة اللي متقوبة معنا، عليك يقوم هي كيعمل هذاك حتى الطحن، وشكون اللي كيمشي هالماء الماء أولا هذا الطحن كيطحنوا النساء فيها والرجال، هذا كيسمى القطب. إذا سمعتي في الإذاعة اجتمعت أقطاب العرب، أقطاب العرب أقطاب معناها الملوك والرؤساء، معنى الأقطاب القطب يعني هو المحور، هو المحور اللي كيدور عليه الأمة صافي، هذا المحور اللي كيطلع من هنا يسمى قطب، هذا اللي وقت الواحد من هنا يطلع من هنا يسمى قطب. علاش نقولوا ان الملوك والرؤساء اقطاب؟ لان المشاكل ديال البلاد والامور ديال البلاد في العمق ديالهم، يعني الهمه ديالهم ولا الرعايه ديالهم ولا الرئاسه ديالهم محيطه بهم. نعم، سؤال اخر يتعلق بالحرم، يعني ديال الاضرحه وديال الزوايا وداكشي، لاحظنا لان بقات كتعرض لانتهاك الحرمه ديالها من ودابا هذا، يعني في الترك ديالها بواحد الشكل اما بالنجاسه او يعني انتهاك الحرمه ديالها. الاسلام دين اسلامي، وبل من عهد سيدنا ابراهيم الخليل هو دين الاسلام، هو اللي كاين حنفيه، ايه حنفيه، هو اللي قال وسماكم المسلمين من قبل. نعم، الدين ديالنا مكون من الاسلام والايمان والاحسان، حدث جبريل حنا كنعلموا هنا. نعم صح، تلم ديالنا الاسلام كيتعلق بالجسد بالظاهر، الايمان كيتعلق بالقلب، الاحسان كيتعلق بالروح، النفس ديالنا عندها اربعه الاسماء،
النفس والقلب والروح والسر. وكاين اللي كيقول النفس والقلب والروح واللوامة. كاين اللي كيقول نفس لوامة لهامة. القرآن الكريم ذكر مبارك بكامل في سورة يوسف قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. نفس الأمارة هي نفس الكافر ونفس الشرير على حسب المقامات. كذاب زاني فاسق هذاك عنده نفس يعيش بالنفس. الشاعر العربي قال المرء بالروح لا بالنفس إنسان. عندنا النفس وعندنا القلب. القلب نقول النفس والقلب والروح والسر. القلب فيه زوج المقاصد. اولا فيه النفس اللوامه ربي قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم النفس اللوامه. النفس ملي لازم تبقى تتلقى شويه بالموعظه ويجلس مع العلماء ويحدثوها على التقوى وعلى الصدق وعلى الحلم وعلى العفو وعلى الجود وعلى ذلك. يعني ذيك النفس كتبقى تتنقى كتكحلى كتصبح منقوطه ولا فيها بياض. هذيك كتحك النحاس. ايوا هذيك كتكون نفس لوامه. ومعنى النفس اللوامه هما اللي كيعبروا عليها دابا كيقول لك الدمر ديالي لا يعيب عاتبني او عندي ما عاتبني هو هذاك اللي تكون النفس ترقت. بحال مثلا قرات التعليم الابتدائي وجبرت الشهاده الابتدائيه باقي للثانوي وباقي للجامعة. ها هذا مثل النفس اللوامة هي اللي كيكون لها اللي خلط العمل الصالح بالطالح خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا هو بين التوبة والمغفرة والاستغفار وبين الخوف والرجاء. هذا اللي يكون عنده نفس اللوامة النفس المطمئنة. النفس المطمئنة حتى يدخل حتى كما يبقاش هنا تشوسخ هذا الصغير مطمئن في أخلاق طمئن النفس حتى يسلم. هذا قلب. اللي عندنا هنا مش مسلم في أخلاق يسلم حتى كما يبقى عنده تطريف ده قبح يأمر بها. عندكم يجب الله الجسد هذا الرأي ديالو هاد العينين الرأي ديالهم ولا الودنين ولا اليدين ولا الإنسان ديال هذا هذا المضغة هي المضغة إذا صالحة الجسد كله فساد الجسد كله هي القلب. هذا القلب آخر من يؤمن. قال القلب إذا سجد لا يرفع رأسه أبدا. وحتى المعاصي هاد الجوارح كاملة ألف ذي المعاصي منهم التوب منهم يسمح لك ربي في دقيقة. ومحصية وحدة القلب وخد بقى حتى عامين ولا خطر وثلاث سنين يضربوا ميتمشي. واحد الولي شافوه كيبكي في الطواف مكة جاخر وطاف وعود وطاف وكمل الأشواط ديالو وهو عليه يبكي ساجد. حرقوا قال له أسيدي قال له هذا مش مطعم بكي علاش تبكي هنا؟ قال له أنا عملت معصية ما يقول ما سمح ليش فيها ربي. قالوا لنا قالوا 40 سنة وأنا كان يبكي وكان توب وباقي ما تبش علي ربي. قالوا ما يمكنش 40 سنة وما سمح ليش ربي. قالوا شنو هي المعصية؟ قالوا كيس معصية كبيرة. قالوا شنو هي عملت؟ تصوروا شنو؟ قالوا قلت لشيء ليته لم يخلق. شبا شي واحد ولا شي حاجة وقال هذا مسبق ما كشي هذا خلق ربي. هذه العبارة هذه بالنسبة لي ممكن عنده في واحد ما قمت القرب مع ربي عاقب عليها لأنه بغى يتدخل في الشؤون ربي
وعلاش ربي خلق هذا؟ كيقولوا هذه اليوم وهذا ملي يقولوا هذا ما كاينش فيه ربي، لان هذا 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 قاري، فهمتي؟ هذا قاري، هذا عطاه النور وحتى تفهموا. ما خلقش الله شي حاجه عبث. صحيح ما خلقش عبث. وهذا قال له هذيك سوء الادب، لان الشرك في الملك د ربي، وبدا يعلق على ربي علاش عملت هذا. المعصيه حاجه يلا اختم يا اختم وانا نكمل ترى باقي قلت سمعك ان شاء الله باقي اختم نقطه بها دعوه الخير الحق ودعي معنا الله يصلحكم جميعا امين امين جبت سر عليكم امين الله ينقيكم من الاغيار امين الله يحفظكم من شر الاشرار امين لا ينور القلوب ديالكم بالانوار امين لا يعمركم باليقين امين يصلحكم آمين. يصلح القلوب ديالكم آمين. يصلح الدرية ديالكم آمين. ديالكم آمين. والدويرات المحيطة بكم كما قال آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يبعد عليكم من أذى الله ينصر سيدنا آمين. الله ينصره آمين. الله يأيده آمين. الله يعطيه العافية آمين. الله يبعد عليه الأعداء آمين. الله يحفظ هذه البلد آمين. من البلاء والبلاوات ولي العهد الله يعينه آمين. الله ينصره الله يصلحه آمين. الله ينقه من القبائح آمين. الله يدوم علينا الأسرة العلوية آمين. وكل رحمة معها آمين. الرحمة كلها معها. اللي قال سيد عبد الرحمن المجدوب قال ما تكون الدولة بلا علوية، كلشي بلا علوي، حتى هذا في ماشي يكون دا اللي يجي الإمام المهدي وينزل عيسى، غيكونوا العلويين في هذيك الصرب.